الاهلي يبدع ويمتع ويلقن المقاصة درسا قاسيا في فنون كره القدم ويكتفي برباعيه رائعه في شباكه. الاهداف هدفين ولا اروع لمحمد شريف، وهدف لمدافع المقاصة، ومسك الختام هدف رائع لمحمد مجدي قفشه. كابتن شريف الف مبروك، عرض ولا اروع من النادي الاهلي. كانش عاجبك البدل؟ وساحل خليها على طول، احنا مش هنغيرها. مبروك، مبروك تاني تايم، مبروك تحركات، مبروك الثقه، مبروك قفشه ثقه تهديفيه محتاجينها اليوم السبت ان شاء الله. زي ما اتكلمنا انا وعلاء قبل في الهاف تايم، انا قلت اللياقه البدنيه مش هتشيل لو حبوا يجاروك في نفس اللعب، وعلاء قال لك هم لا، هم بيلعبوا زي ما هم كده، يدافعوا ويهاجموا، يدافعوا ما عندهمش اي حاجه يبكوا عليها ولا اي حاجه. انت استغليت كل ده بسرعه لعيبتك، بتركيز لعيبتك، بتغييراتك اللي كان محتاجينها بس في علي معلول يتغير كمان شويه، كان حتى ربع ساعه دي فرقت معاها حتى. ودخلت وحيد مثلا او طلعت ايمن اشرف بكلف، بس علي لسه راجع يا كابتن شريف، قول برضه عايز يعني ياخد بدايه يعني شويه، انا حسيت بيه في الاخر يعني ياخد شويه بدايه. علي كان بقاله فتره، انا حسيت ان هو عايز يتغير، عمل مجهود جامد جدا كويس احسن عشان بقاله فتره فعلا. انا حسيت عليه ان هو نفسه عايز يغير يعني، حتى بس كان لازم يشاف، وفي الاخر ريح شويه وفضل ورا، رجع كره ورا وقال لك خلاص بقى الحكايه كفايه كده، وعمل مجهود جامد جدا بصراحه. انما في حاجات النهارده حلوه، في اصرار على التاديب، في عرضيات، في جمل حلوه قوي، في لعيبه كلها بتدي كل اللي عندها، في محاوله من المدير الفني انه بيشارك، في كابتن قاعد جنبي كل شويه انت خايف من النتيجه، ما هنكسب يعني، الواقع لازم اشوفه بعيني. لازم اشوف الواقع بعيني يا عم اسامه. فالخطفه الاولانيه بتاعت ضربه الجزاء بتاعتنا تطلع اوف سايد، وبعدين ضربه الجزاء بتاعتهم تتحسب فيجي فيك هدف، ففي سيناريو النهارده وحاجات تنفعك جدا انك انت كل الحاجات اللي حصلت النهارده في المباراه دي تفيدك جدا، وتفيد الجهاز الفني كله، وتفيد اللعيبه في المباراه الجايه. مباريات اهي اديك بتلعب المقاصه، مش فاينل بقى افريقيا او حاجه زي كده، بتحطك تحت اي وضع، تحت اي حدث يحصل في الملعب. قد ايه اللعيبه محتاجه الفتره الجايه الباص سليم. شفت النهارده ديانج بيفرق قد ايه، ممكن يلعب 4-3-3 الماتش الجاي بالشكل اللي انت شفته، بيحب فتحي جدا، وبيحب سولاي النهارده، سولاي بقى بلاي ميكر كمان، بيبعت كره سليمه، بيتحرك، عنده مركز مركز انه ازاي يودي لعيب على طول. ثقته في محمد شريف، ثقته في حسين الشحات، حسين الشحات النهارده عمل ولا اروع اسيست الجون الثاني الحقيقه محمد شريف، ودايما هو بيفكر انه الفرديات بتاعته يديها في الملعب. لعبنا كوره اتفرجنا عليها احنا اللي فيها خمس ست باصات دي خساره، صح خساره فكر اللعيبه، خساره انما يعني اول مره اشوف معلول يلعبها الناحيه الثانيه ما يلعبهاش لورا، يعني لو اتلعبت لورا بقى ودخل الجون دي كانت الدنيا هتبقى شكلها لطيف جدا. فالف مبروك ونتيجه كبيره، وعقبال ان شاء الله ما يرجعوا لنا بالكاس باذن الله. يا رب باذن الله. كابتن علاء الف مبروك، نتيجه اقدر اقول منطقيه، ولكن كان ممكن كمان الغله تزيد اكتر من كده كتير. الله يبارك فيك يا ايمن، منطقيه جدا كمان من بدايه المباراه وبعد البنالتي وبعد كل حاجه، الفروقات واضحه مهما الوقت زاد شويه، لكن انت مع مرور الوقت انت قاعد مش قلقان، انت يعني متوقع الهدف هيجي في اي وقت، لا متوقع اكتر من هدف كمان، هدف واثنين، ما هي يعني هي بالظبط 1-1، انت مستني 2-1، بعد 2-1 خلاص يعني 2-3-4 زي ما تحب طبعا، لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني. واضح ان البدايه كانت صح، اللي هو مش عايزين نضغط نفسنا اكتر من كده، مش ضغط نفسي لا، بدني هتضطر تبذل مجهود كتير انت يعني في غنى عنه. نتيجه منطقيه جدا، المخصصه زي ما انا قلت قبل الاستوديو كابتن عبد الجليل، نتيجه بالسلب او بالايجاب هو لا تحسب عليه خالص تماما، المخصصه بقاله فتره في معاناه شويه، لكن هو زي ما اتفقنا ان هو مش فارق معاه ترتيب الدوري، هو في مكان مطمن جدا كان اسامه بيتكلم، لكن نتيجه مباراه طبيعيه جدا، ما فيهاش حاجه غريبه. ان انت تكسب 4-3، ممكن تكسب 4-5 كمان، هدف محمد مجدي كانت يعني نهايه ممتازه للمباراه. يمكن محمد مجدي النهارده مش من الماتشات الحلوه ليه خالص، بالظبط مش في حالته خالص، اخطاء كتير جدا، لكن نقل المباراه بهدف حلو قوي. مظبوط كالعاده محمد شريف هو الهداف بتاع الفريق، هدف حلو قوي، هدفين، والهدف الثالث لا مش هيحسب ليه. في المجمل يا ايمن، انت النهارده المباراه طلعت منها بكل مكاسب، والحمد لله زي ما كنا اجتمعنا كلنا في الاستوديو هنا
مفيش خسائر خالص الحمد لله، ما عندكش اصابه، ما عندكش حد تعبان، مفيش حد اشتكى، مفيش حد مجهد. كابتن شريف كان بيتكلم عن هو كان رايح عالي النهارده، هي من بين يريح وبين ادي عالي النهارده كمان يكتسب 90 دقيقه. انا عالي كان بقاله فتره كبيره قوي محتاج المباريات دي، بدات ابقى جاي خدت منه اكبر وقت ممكن، صح استفدت الحته البدنيه حتى لسه الحته الفنيه ما وصلش لاحسن فورمه ليه، لكن بدني تمام. اديت النهارده كهربا صلاح محسن ومحسن وهاني، هاني كان متوقع، محمد شريف كان متوقع خروجه، بس تبقى نتيجه مطمئنه شويه. لكن هاني كمان شويه لعبهم تحس ان هو ما فيش مشكله الحمد لله، هو بس برضه محتاج مباريات عشان حته صحيح. المباريات دي صحيح. اكرم عادته الاداء بتاعه القوي جدا، روحه عاليه جدا. مباراه ما فيهاش صعوبه يعني، ما تتفرج على المباراه ايمن هي ما فيهاش صعوبه، لعبت النادي الاهلي يعني ما قلناش ان انا عانى وكان بيعمل، لا لا خالص المباراه ماشيه سهله، هو بس اللي فرق ان المخاصره جابت الجول الاول بس. لكن تخيل انت لو انت بدات بالاهداف اعتقد المباراه كانت بقت اسهل بكتير جدا، لان هدف برضو هيدي شويه روح ومعنويات عاليه للاعيبه المخاصره. لكن بعد كده مفيش وقت، الحلو كمان في المباراه ان 1-0 1-1 ما تاخرش عشان الامور ما تتصعبش عليك، دخلنا المشي بسرعه بالظبط بعد الجول طبيعي، كانت ممكن برضو الامور تنحس معاك شويه، ضيعت اهداف كتير في الشوط الاول وفي واحده في نهايه الشوط الاول في القائم. لكن المجمل يوم حلو بالزبط. 3 نقاط الحمد لله مهمين جدا في سباق الدوري، مفيش اصابات لفرقتك، طمنت على بعض نجومك زي محمد هاني، الناس كلها الحمد لله تحس في فرحه في الفريق ان هو تروح ان شاء الله على النهائي معنوياتك عاليه جدا، وده مهم جدا. يمكن دي بطوله ودي بطوله، لكن في الاخر ايمن انت رايح لمباراه نهائيه في البطوله المحليه، لا ماشي كويس قوي، لعيبتك كلها تحس انها فرحانه النهارده، حتى الاداء مش عالي قوي لكن الاهداف بتخلي الشكل في الاخر حلو. اللعيبه كلها الحمد لله طبعا مبسوطه، مستر موسيماني سعيد جدا بجهازه الفني بالجهاز الاداري، انك انت خلاص البطوله الدوري خلاص النهارده قفلت الصفحه بشكل حلو، شكل مكسب حلو، الناس كلها الحمد لله سليمه. تبدا بقى بكره اذا كنت هتاخد راحه وهتبدا استعداد تاني، تبدا ان شاء الله بعد بكره بقى تبص على العشره اللي ان شاء الله جايه للنادي الاهلي، بس تحضر بهدوء وانت مبسوط، عكس الموضوع بيفرق ايما خالص، عكس لا قدر الله النهارده كنت اديت مثلا وحش او حصل تعثر. عشان كده بقول لك دايما احنا النهارده مركزين في المخاصه، ده الاهم، المخاصه هو اللي يخرجك على يوم السبت ان شاء الله وانت حالتك نفسيا وبدنيا كويسه جدا باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك، ماتش حلو من النادي الاهلي يعني، الشوط الثاني تقريبا يعني سيطره واستحواذ وفرص مهدره واهداف من النادي الاهلي، مدينا انطباع ان النادي الاهلي باذن الله وصل لاعلى المستويات الفنيه والبدنيه قبل مباراه الفاينل. الحمد لله الف مبروك، ومبروك للجهاز الفني واللاعبين والجماهير وكل من ينتمي للنادي الاهلي. مكسب حلو طبعا، احلى حاجه في كره القدم الاهداف، فانت جبت 4 اهداف وكان ممكن جدا تجيب 3-4 اهداف تاني، والكلام ده كلنا حاسينه من بدايه اللقاء. قلنا ان كابتن عبد الجليل مش عندوش حاجه يخسرها وهيلعب مفتوح، وفعلا ده اللي حصل، وفضل بيلعب مفتوح حتى بين الشوطين لما انت سالتنا كلنا قلنا لك برضه هيكمل على كده. مش من المدربين اللي عندهم، في مدربين حتى عارف انه هيخسر ويتحفظ جدا جدا عشان يقلل الخساره ويقفل قوي ويضايقك، لانك انت طبيعه كره القدم انت بتحاول تخلق مساحات عشان اللعيبه تقعد تتحرك كتير وتتحرك عشان تخلق مساحات عشان تخلق فرص عشان تجيب اهداف. هو اوريدي هو مديك المساحات كلها يعني بالزبط. حتى احنا بين الشوطين قلنا الاهلي بس مع بسيط من التركيز هيقدر يجيب جولين 3 مستريح يعني، وكان ممكن يزيد بس هو لعب الشوط الثاني بطريقه مفتوحه وهاجم، بس ما كانش فيه تهديد على مرمى الاهلي يعني، ماشي. حتى التهديد كانت من كره ثابته اللي جت جنب العارضه دي. ماشي، ما هو ممكن العب مفتوح وما هددش، ما يبقاش عندي القدره ان انا اهدد، لكن
مش متكتل، مش متكتل وقافل نص ملعبك لا الملعب مفتوح، بتنقل فيه بحريه جدا في نص الملعب، بتوصل انه مواقف كتيره جدا جت للاعيبه النادي الاهلي، بتلاقي 4 على 3، 3 على 3، 4 على 2، 4 5 على من الاهلي يعني 5 على 3 4 مدافعين، مساحات مفتوحه في الشمال، مساحات مفتوحه في اليمين، ومساحات مفتوحه في العمق، مفيش قفل، مفيش غلق خالص للمساحات الملعب عشان يضايقك حتى بعد الاستقبال الجول الثاني واستقبال الجول الثالث نفس الطريقه، نفس الطريقه يعني بسهوله. كان النهارده يعني تزيد الحصيله عن الاربعه بسهوله يعني. فالاهداف بتدي جمال في الكوره، انت يعني متعه كره القدم الناس تشوف الكوره في الشبكه. فاربع اهداف جميله، وزي ما الكباتن اتكلموا انه الحمد لله خرجت بدون اصابات. حتى الحاجات اللي مستر موسيماني اتكلمنا فيها قبل الماتش، انه لما يلاقي نتيجه مريحه هيبتدي بقى يريح الناس والكلام ده، وكلنا توقعنا ان هاني هيلعب وشريف هيطلع وممكن يلعب مروان وصلاح هينزل يعني هو كل ما الماتش بيتسهل بيبقى عنده الفرصه انه يغير براحته، مش بيطلع الناس عشان هي مثلا ادت وحش لما تكون مغلوب او متعادل. ساعات بتعمل تغييرات عشان تحسن من اداء الفرقه في حاجه معينه، بتشيل مدافع عشان تحط مهاجم فتزود القدره الهجوميه، لكن هو بيغير عايز يدي فرصه لناس بقالها فتره ما بتلعبش زي هاني، عشان لو حصل حاجه الاكرم يريح البعض مروان ينزل مكان شريف عشان يريحه. صحيح. وهكذا كهربا ينزل مكان الشحات عشان يريحه ويجهز كهربا، ديانج ابتدى بيه وطلع حمدي فتحي ونزل دي اجاي قصدي ابتدى بيه وبعدين نزل ديانج مكان حمدي فتحي عشان ديانج ياخد فتره من المباراه وحمدي يريح. كل ده جاي من نتيجه سهوله المباراه والاهداف السهله اللي جت. صحيح. ف طبعا شريف ما زال يعني كل ناس كتير علامه مضيئه في الفرقه يعني، بس شريف بقى هو عارف انت مفتاح الحلول اللي بيخلص لك الماتشات بسهوله جدا. صحيح عنده مشكله شويه بس انه بيقع في الاوفسايد كتير، يمكن بسرعته هو بيستعجل انه بيخش في الاوفسايد، لو يصبر شويه. حتى في كوره كابتن شريف قال عليها لو وقف كان هيروح بعد كده يمشي يجيبها جول، بس هو استعجل. انا هقول لك على النقطه، في النقطه دي هو يمكن علشان برضو خلي بالك طاغي عليه شويه مركزه اللي هو كان بيلعب فيه، ممكن فبيسبق الكره شويه. لكن هو مثلا النهارده احنا قبل كده اتكلمنا عنه في مثلا في موضوع ضربات الراس، النهارده كان مميز جدا طبعًا جدا جدا طبعًا في ضربات طبعًا الراس طبعًا. هو بيعلى زائد ان هو كمان عارف طريق الجول ماشي. ما هو انا بقول لك المكان قوي المكان حبه. انا بقول لك حبوا بعض. انا بقول لك اللعيبه كتير بتأدي وأدت بشكل كويس، وأنا قلت لك شريف هو العلامة المضيئة في معظم الماتشات اللي بيفتح لك الماتشات كلها. مش معنى أن أنا بقول كده، لا بالعكس أنا بشيد بيه على طول وبقول أنه هو مفتاح المكسب للنادي الأهلي في معظم الماتشات، لكن أنا بقول بس دي النقطة اللي إن شاء الله هو مع التمرين ياخد باله منها، اللي هو يقدر يكسر مصيدة التسلل. يعني أنت لما تتفرج على اللعيبة العالميين، واكيد شريف بيتفرج في توقيت صعب قوي ان واحد يقع اوف سايد، يعني لدرجه ان هم كمان لما اللاينزمان يحسب عليه اوف سايد يقول له لا دي مش اوف سايد، من كتر ما هم بيبقوا يعني بتبقى لو الاوف سايد بيبقى جزء من الصباع. احنا جبنا جون النهارده، جون انا بقول جون ما اتكلمش عنه خالص. الجون ده جون 100 لما عادوا الخط. شوف الكابتن ناصر، ما يجي الكابتن ناصر بقى. طبعا الكابتن ناصر بس احنا كلنا شايفينها ان هي هدف برضو شريف اللي جابه. فشريف النهارده يعتبر جايب 3 اهداف غير اللي هو ما اتحسبش. ده لما نشوف الكابتن ناصر وطبعا الرابعه جون رائع جدا من قفشه. رؤيه هايله، هو عنده رؤيه هايله على تملي، رغم النهارده زي ما كابتن علاء قال انه ما كانش في احسن حالاته، لكن جاب جون حلو قوي يعني. صحيح. برؤيه لانه هو لعيب، هو حاسس بمحمود حمدي انه طلع تقدم على طول
رغم ان محمود حمدي يمكن يعتبر افضل لاعب في فرقه المقاصه النهارده، لكن هو لمحه قدر يجيب جون جميل. فمبروك للنادي الاهلي، يعني كل الحاجات الحلوه اتعملت النهارده، ونتمنى ان شاء الله تكمل في مباراه كايزر تشيفز. انا كنت عايز بس اقول تصحيح، واحنا بنقول الهدافين في الاهلي وفي المقاصه قلنا ان باسم مرسي جايب 9 اهداف، ولكن باسم مرسي جاب مع المقاصه 7 اهداف. هدفين كانوا قبل كده مع الانتاج الحالي. ماشي، هو طبعا باسم برضه من الهدافين وحاول النهارده، بس طبعا امكانيات النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي والسهوله اللي كان فيها دفاعات المقاصه سهلت على الحمد لله الماتش جدا علينا. كابتن عادل، الف مبروك للنادي الاهلي، فوز عريض ومستحق، وطمنا على الحاله الفنيه والبدنيه للنادي الاهلي قبل المباراه النهائيه. يعني خلينا بنتكلم على اهم اهداف المباراه النهارده. زي ما الكابتن قالوا ان احنا خرجنا سلام، ده رقم واحد. معظم اللعيبه المهمه الحمد لله يعني ادوا اداء كويس، يعني عندهم ثقه في نفسهم. ديانج لما نزل فرق كتير قوي، بيديك اطمئنينه كبيره قوي. الحاجه المهمه انك انت النهارده رحت على الجون كتير قوي جدا. الحاجه اللي ما عجبتنيش انك كان لازم تكسب ضيعت فرص كتير. ليه؟ يعني انا كان اتمنى ان الثقافه دي توصل للعيبه. انت عارف انك انت تاني فرقه من ناحيه التهديف في الدوري. تمام؟ ايوه. الفرق ما بينك وما بين الاولاني 5 اهداف. النهارده بالاربع اهداف اللي انت جبتهم، كنت لو جبت هدف او اتنين كان زمانك تبقى الاول تهديفيا والاول دفاعيا. بس انت عموما في فرق بينك وبينه 6 مباريات. ماليش دعوه بالمباريات. انا ماليش دعوه، انا بتكلم على اني انا دلوقتي في الثقافه اللي انا نفسي فيها. ان انا اكسب 4 5 6 7 10. ليه لا؟ طبعا ده اللي انا كنت بتكلم فيه النهارده. بالاخص انا مش بتكلم على وضع ان ما رحناش على الجون، احنا ضيعنا، خلينا فرص كتير جدا النهارده كابتن. احنا النهارده عندنا مش اقل من يعني من 15 16 هجمه محققه، منهم اجوان محققين 100%. حوالي 10. احنا الشوط الثاني تقريبا كل دقيقه على المرمى. يعني انت وصلت انك تلعب 4 ضد 4. وصلت لانك توصل لتقسيمه. صح. واحنا اتكلمنا ان تقسيم الحاجات دي مهمه جدا يا كابتن. الثقافه دي ان هو ايه؟ اليوم اللي انت تقدر تجيب فيه هدف 2 3 10. صح. تجيب. صح. ليه؟ لان في ايام هتبقى مقفول الملعب، زي ما بنكسب مثلا مباراه 1-0 في اخر دقايق في احيانا. لا، انت دلوقتي عندك وقت انك تكسب 10. لا، هيكسب 10. والنهارده لو كنت جبت جون كمان كنت انت 48 والزمالك 48 اللي انت اللي هو متقدم عليك بهدف دلوقتي. ما هو دي الحاجات دي في الجدول يا كابتن، لما بتيجي تتشاف في الجدول بتبقى فرق كبير قوي على الموضوع ده. الزمالك دلوقتي 48 هدف، انت 47 هدف. كان يجب انك انت تعمل يعني تجيب هدف تاني. طيب، وخلينا بقى نتكلم. انت عايز حاجه؟ لا لا، انا كنت عايز اتكلم في الموضوع بدوت. انا معاك في النقطه دي، لازم يكون عندك الرغبه ان انت بعد ما تجيب الاول والثاني والثالث. عندي الرغبه ان انا اجيب الرابع واجيب الخامس واجيب السادس، ولكن انا برضو بتكلم على دلوقتي فارق المباريات. انت دلوقتي مقرب من نادي الزمالك، القوه الهجوميه التهديفيه مقرب من نادي الزمالك بينه وبينك هدف، انت ناقص لك 5 6 مباريات. يعني حتى رقميا انت الاعلى، لو خدناها برسنتج يعني نسبه مئويه انت برضو الاعلى. وماتش كمان ان شاء الله باذن الله نكسب، خلاص احنا عدينا المرحله دي وناقص لنا كمان 5 مباريات. انا عايز اشاركك في حاجه. انا زعلان زيك ان احنا ما بنخلصش الماتش في اول ربع ساعه 20 دقيقه. انا زعلان من الحته دي قوي قوي. ليه؟ لان احنا محتاجينها في كل المباريات اللي جايه. اكيد مباراه كؤوس كلها. والمباراه الجايه كمان اللي هي بتاعت افريقيا، نفسنا اللعيبه بنفس مفهوم الشوط الثاني. صحيح. يبقوا موجودين في اول بدايه المباراه. طب بص، اذنك يا كابتن عادل، نروح لزميلنا شريف شعبان ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. فوز الاهلي على فريق المقاصه الكبير طبعا 4 اهداف مقابل هدف. معي مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. بقول لك كابتن مليون مبروك، فوز يعني الماتش كان صعب بس فوز جاي في وقت مهم جدا جدا جدا.
قبل نهائي افريقي معنويات مرتفعه الحمد لله، هنروح مستريحين بعد فوز على فريق مقصه في السويس والتعب، وفريق يعني بلغه الكره كانت رخمت علينا في اول الجيم، بس الحمد لله قدرنا نفنش باربع اهداف مقابل هدف. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني انت بتتكلم مباراه من سلسله مباريات متتاليه ومهمه جدا في مشوار الدوري. يعني الشوط الاول بالتاكيد هي دي عالم كره القدم، يعني بين الشوطين الماتش مش سهل ابدا، ما تستسهلش اي مباراه وما تبقاش حاسس ان انت هتجيب جول في اي لحظه. يعني ممكن دي عالم ان انت ممكن تهدف اي توقيت، لكن في النهايه لازم يبقى في شراسه اكتر من كده. الشوط الاول اضعنا عدد كبير جدا من الاهداف ودخل مرمانا هدف، ودي برده كره القدم يعني، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين مكسب مهم جدا. اللي محدش يعرفه ان كجهاز شغالين مع شريف او صلاح وكل الفراوده بقالكم 10 ايام تخصص على الجول، الكور العرضيه بالدماغ، مش سايبين حاجه للظروف. النهارده الحمد لله شريف بيترجم التمرين اللي بقاله فتره، هدف بالراس والاروع والاجمل، هو جاب هدفين النهارده بالدماغ، الهدف الاول والثاني. لا الحمد لله طبعا، يعني طبعا ده برضو شغل الجهاز الفني موسيماني مع كابتن سامي مع كيفن مع موسي مع كابيلو والمجموعه كلها. لكن في النهايه الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني خلينا بس نتكلم ان المباراه كانت مهمه في 48 ساعه، انت لعب بيوم الخميس مع المقاولين، النهارده تلعب مع المقاصه في السويس هنا، وهنطلع على كازر تشيفز. يعني من بكره ان شاء الله الرحمن عندنا اجازه بكره، لكن بعد بكره هنتمرن الصبح وبعدين هنسافر لنهائي افريقيا، هنسافر لدوري ابطال افريقيا، هنسافر لمباراه يكفي ان انت تقول بس نهائي دوري ابطال افريقيا مع مين وضد مين. يعني خلينا نحط في الحسبان اهميه اللقاء وقوته واهميه البطوله. هنفصل النهارده مباراه الدوري، هتبقى حريص تقول لعيبتك ايه قبل النهائي الافريقي، نهائي الحلم، النجمه العاشره؟ اقول لهم مبروك وخد نفسكم النهارده، وبكره ان شاء الله الرحمن نرتاح كلنا، وبعد بكره ان شاء الله الرحمن عندنا واجب مهم جدا 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 ان احنا ان شاء الله الرحمن باذن الله ان احنا نعمله. يعني عندنا واجب مهم قوي ان احنا نحافظ على اللقب بتاعنا، ومهم قوي ان احنا نتعامل مع مباراه بمنتهى الجديه، ولعب فرقه هي يعني على مدار العشر مباريات الاخيره سواء كان في دوري المجموعات او في دور الثمانيه او في دور 16 لعبت 10 مباريات ما بين داخلي وخارجي، خسرت مباراتين بس يعني من العشره. يعني اتعادلت مع بيترو اتلتيكو في انجولا، اتعادلت مع حريه كوناكري في انجولا، كسبت الوداد في المغرب. فبالتالي انت عندك فرقه بتعرف تلعب كويس قوي، وخصوصا بره هما فرقه كويسه بالتاكيد، ولا ما وصلتش اللي هي وصلت له ده. فانت بتلعب في 10 مباريات في دوري ابطال افريقيا، بتخسر مباراتين اتنين وبتكسب الوداد في الوداد، وبتتعادل مع بيترو اتلتيكو، وبتتعادل مع حريه كوناكري، كل ده بره ارضها. فانت هتلعب فرقه وخصم عنيف جدا جدا وعنده دوافع برده كبيره. يعني نجم العشره باذن الله الاهلي باذن يا رب ان شاء الله يا رب. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب لقاء فريق المقصه والاهلي، وفوز طبعا كبير للنادي الاهلي 4 اهداف مقابل هدف. خليني اقول لك كابتن ايمن اخيرا ان فعلا مستر بيتسو موسيماني شغال تمرينات تخصص بعد انتهاء بنهايه المران، كل مران بيشتغل تخصص لمحمد شريف ولصلاح محسن، خصوصا في الكره العرضيه، الكروسات العرضيه والهيدرز او الهيدرز، يعني الهيدرز بتاع صلاح محسن ومحمد شريف. النهارده اتب سمارو احرز هدفين براسه، ولا اروع ولا اجمل. بالمرور حضرتك ومشاهدينك طبعا وكل جماهير النادي الاهلي، عوده لك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. اوعدكوش بحاجه. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان. اتفضل يا كابتن. يا كابتن كنا بنتكلم معاك، زعلانين ان احنا ما جبناش جون. انت بتتكلم، اتفضل. طب خلاص صدورك خلص. لا انا كنت باخد من عادل وهرجع له تاني. كنت بقول لك انا بزعل من ان احنا ما بنخلصش الماتش اول تلت ساعه او ربع ساعه. انت عارف احنا كلنا متربيين في النادي، المحاضره بتاعتنا اللي في الجامع وفي الاوضه وفي كل حته نخلص الماتش في اول 10 دقائق بسرعتنا بادائنا بضغطنا. ليه؟ عشان زي ما اتكلمنا كلنا في الاستوديو نريح بقى المدير الفني ونريح اللعيبه، واللعيبه بتبقى عندها ثقه اكتر، والباص سليم، والقضيه والتفكير بتاع حسين الشحات ده اللي هو الاساس حلو قوي. يعني الدنيا كلها بتختلف. يعني لا ال- 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 الثقافه اللي انا بتكلم عليها دي ناقصه مش لعيبه الاهلي بس، لعيبه مصر كلها. اللي هو ايه؟ اللي هو لما بتقدر تجيب هدف وتجيب التاني والتالت خلاص بتستكفى. انا نفسي الفرقه اللي تجيب 5 تجوان وتقدر تجيب 10 تجيب 10، تقدر تجيب 11 تجيب 11. ده يوم سموحه برضو فاكر. اكيد اكيد انت اكيد انت يعني انا بصيت لها من زاويه يمكن اللعيبه ما خدوش بالهم وما شوفوهاش. الزاويه انك انت النهارده كابتن ايمن بيقول ان الزمالك لعب اكتر مننا، ما احنا الاهلي. ما هي دي. انا لو لقيت بس قصدي ان فرق الماتشات كبير يعني كابتن، والله لو يعني المعدل يعتبر كابتن واحنا كبار عشان كده صح. كبرنا بيجي من ان احنا يعني عايزين حتى لو لعبنا 3 ماتشات وهم لعبوا 40 ماتش احنا نبقى احسن. دي ثقافتنا، ان احنا ثقافتنا ان احنا نبقى الافضل، نبقى الاحسن طول الوقت وطول انك انت
تاخد كل حاجه. صح. وده مهم جدا. صح. المهم بقى ان في اخر كلمه اللي عايز اقولها، المهم في اليوم النهارده انك انت تقفل صح على المباراه خالص، زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال، قال هنقفل مظبوط، هنروح نلعب فرقه. خلي بالك الفاينل الناس عماله تتكلم انه سهل، لا 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 لا، وان العشرة تمام، لا 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 بالعكس، خلي بالكوا ماتش صعبه جدا، اسوأ فرق تلعبها العشوائيه دي، العشوائيه مزبوط. اللي هي يمكن انا لما بلعب فرقه منظمه 100% بقدر العب، الفرق الكبيره زي النادي الاهلي يتعبها الفرقه اللي بتلعب كوره غير متوقعه. وبعدين يا كابتن عادل هو مباراه واحده يعني 50-50 ماتش بينك وبينه. واقول لك حاجه يا كابتن، الناحيه النفسيه كمان خلي طبعا بالك طبعا، لما حتى هم تصريحاتهم بتقول كده، هم لما بيتكلموا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه الاهلي هنحاول نعمل معاه نتيجه طيبه. ايوه ليه؟ ايوه وهو محق في دي. صح. يعني علشان كده هو اللي هيبقى اهدى منك. مظبوط. هو الطبيعي، الطبيعي هو يقول الطبيعي ان النادي الاهلي يكسب، بس هي مش كده، ده وصل فاينل طبعا، يعني هو كده بينيمك. لا، في ماتش صعب جدا، صحيح، ماتش محتاج تحضير قوي جدا، صحيح، محتاج من لاعبتك حاجه مهمه جدا، فرصه تجي لهم، تاريخ كبير للعيبه الحاليه، محتاج تهيئه نفسيه كويسه جدا قبل المباراه. بص يا كابتن، احلى تهيئه نفسيه المباراتين اللي فاتوا، اللي هو ماتش المقاولين، ورغم هذا عاوز اقول لك حاجه، ماتش بيراميدز ده فرق معانا كتير طبعا، قوي فوق ما تتخيل، لا فرق معانا ايجابي حتى أي بالتعادل. صح. انا من وجهه نظري انه فوقك. صح. وحاجه تانيه مهمه، انك انت الماتشين سموحه نتيجه طيبه كبيره، ايوه المقاولين نتيجه طيبه كبيره، النهارده نتيجه طيبه كبيره، انت لما تروح لازم تعمل حسابك في الناحيه الدفاعيه. مظبوط. طبعا كويس. طبعا ليه؟ الفرقه اللي بتجيب حوالي، احنا جبنا 11 جون في 3 ماتشات، لكن دخل فيك كام جون؟ ده المهم. ايوه مظبوط مظبوط. تعالوا بقى ناخد الاهداف، اهداف المباراه واحده واحده. برجاوي جاي سخن من الساحل وسايبنا في السخونيه هنا، بس ايه شغال معانا 10 على 10. نبتدي بالجول الاول مع الكابتن شريف عبد المنعم. ده الجول الاول يا كابتن، نجيبها من البدايه، نجيبها من البدايه عشان انا عايز اتكلم على حاجه في الجول ده عملها علي معلول. خليه يجيب الشاشه دي كمان لو يا كابتن. ماشي، هي كره عكسيه، لا ممكن نرجعها تانية يا برجاوي عشان خاطرنا، معلش شويه تعالى على نفسك شويه يا برجو، نرجع كمان شويه، لا 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 من الاول، انا عايز اشوف بس الكره لما جت لعلي معلول وهي بتتلعب عكسيه لعلي معلول. اتم ما بيسخنها برجاوي. ماشي خلاص اهي، كويس قوي. بص هنا كابتن شريف، احنا كنا بنقول ان علي الماتشات اللي فاتت ما كانش ساعات بياخد الريسك ويعدي واحد ضد واحد. مظبوط. هنا علي عمل كل حاجه في الكوره في اللعبه دي. بص نكمل بقى، صاحب القرار اللي معاه الكوره دلوقتي، صح، خد المكان المظبوط، خد الريسك، وهو عمل فكره العرضيه اصلا، عشان اعمل العرضيه بهذا الشكل يا هيلعبها لحسين شحات، حسين شحات على ال 18، يا شايف هو انه لو عملها تشيب في 2-3 الناحيه الثانيه ممكن. وان كان شايف هو شريف، وان كان متعود على شريف في المباريات اللي فاتت كلها، بس ده رونالدو وقف في الهواء، ده طلع لفوق ما شاء الله، وقف ثبت دماغه وعينه مفتوحه عشان نوصف بقى لعيب الكره اللي بيحط كره زي ده، فكرني وراح عاملها سماتش زي الطايره بدماغه. قوه بتخش جوه الجول يعني، ففكرني بيك ساعات والله يعني. ساعات 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 ساعات. فده التحرك حتى في الكوره والاستلام للكوره، تحرك هاي. بص كام واحد هنا، انا سيبك من اللي معاه الكوره، في زياده عدديه، في ثلاثه رايحين على الناس، في زياده عدديه عندك انت، كل واحد بيطلب الكوره ما بيهربش من الكوره. دي الحاجات اللي انا بقول لك، العرضيات اللي بيعملها فتحي وعملها مظبوط اكرم. مظبوط. اكرم عمل الكره دي. صح. ودي الحاجات الثانيه اللي قلنا عليها، كان في حاجات بتتعمل عكسيه الناحيه الثانيه، يخش محمد شريف تلاقي الشحات هو اللي بتلم. هنا دخل مين كويس قوي؟ علي. هنا دخل مين زي ده كابتن؟ دخل علي معلول لا زي ده، وعمل العرضيات دي، دخل علي معلول اللي هو على طول بيعملها. صح. اللي هو على طول انت فاخر ان شاء الله في الاخر وانت بتقول لنا شكرا مين نجم المباراه، هيقول لك محمد شريف. محمد شريف، محمد شريف، علي معلول. محمد شريف. او قفشه. كل واحد فينا بيشوف زاويه. ادي هم بينفذوها لك. أيه. في الهدف الاولاني ده هو ده علي معلول. مزبوط. هو ده محمد شريف. مزبوط. هو ده الشكل، يمكن ناقص كمان لعيب واحد احمر كمان لازم. أيه. يكون موجود في ال 18. أيه. ده فجون 10 على 10 الحقيقه،
وزي ما انتوا شرحتوا الاهلي في اي لحظه تحس انه هيجيب جول. خلي إيه ثبت في الكره، ثبت كده. بص يا كابتن، لا لا ثبت الكره في رجل علي معلول. انا بس عايز اتكلم على التمركز بتاعنا. وبص رايح على الاولانيه مين؟ وراه شريف قفشه، وكمان ورا مجدي قفشه ممكن كان يكمل وراه وحسين شحات. كان التمركز بتاعنا كان هايل بالرغم الزياده العدديه للمدافعين بتوع نادي مصر المقاصه. الاجمل بقى في كله تنفيذ علي معلول للعرضيه. الاجمل انه بيعمل تشيب يتناوله الراجل اللي جاي اللي بسماتش شو بيقول لك ايه سماتش بالدماغ داخل في الكره مفتح عينيه حاطط الكره كده وطالبها وعايزها. فهو ده الهدف، ده الحقيقه يحسب للفريق كله من اول الباصه للعرضيه للعرضيه بتاعت معلول للكره الارتقاء لمحمد شريف. جود لك يا مظبوط. صحيح كابتن علاء، الهدف الثاني محمد شريف لمحمد شريف. احمد يجي بس الاول. ماشي كره معانا، كره معانا عادي يعني. انت مسيطر على المباراه تماما، تمريره طوليه ممتازه واختراق هايل لحسين، وحسين يدوب بس لمسها لمحمد شريف. طبعا يمكن حارس المرمى استعجب خروج شويه، لكن الهدف ده حلاوته في ان في سرعه جامده جدا ايمن. أيوة. استلام كويس قوي، الكره حسين انطلق في مساحه ممتازه موجوده على طول الشوط الثاني على فكره. المساحات دي موجوده. ممكن نجيبه من البدايه بعد اذنك يا برجاوي، من بدايه الهجمه. من هنا يعني طبعا استلام سهل جدا، صح، مفيش ضغط خالص، كل لعيبتك فاضيه. يعني بص اللاعب، ممكن ارجع تاني يا برجاوي لو سمحت؟ نرجع تاني. بص الراجل اللي استلم الكوره مفيش اي ضغط خالص يا ايمن. بص مساحه قد ايه بينه من كل اللعيبه. أيوة. عنده اختيارات كتير جدا، في شمال فاضي، انطلاقه هو شاف الاقرب والاحسن تقريبا ده السوليه، انطلاقه ممتازه لحسين في العمق. وقف هنا، ممكن اقف هنا سمحت؟ لا ارجع تاني كمان، ارجع بس. طبعا في عالم كره القدم اللي انت شايفه ده ما بيحصلش في تقسيمه. أيوة. يعني ثلاثة يعني ثلاثة على اثنين ما بتحصلش. أي. دي عمرها ما حصلت في كرة القدم خالص. ان بقى انت فراودة اكثر مدافعين. لا ما بتحصلش. تقسيمة حصلت يعني. بص ايمن، اثنين مساكين. أي. بص كم واحد اخضر عند الحكم محمود عاشور. بص خمسة بيعملوا ايه هنا؟ دول بره اللعبة. وحسين ومحمد شريف وتقريبا حتى وده كمان محمد مجدي. يعني ازاي المنظر ده يتعمل في مباراه في دوري كويس. أيوة. لكن الانطلاقه حلوه جدا من حسين، كملها بقى عادي. نكمل هو ما خلاص يعني، بس عملها حلوه قوي طبعا، بعدت عنه عاملها بامتياز لمحمد شريف. يعني كره حسين متهيألي 70 80% من الجول، 90% من الجول. طبعا الباص اللي هنا حلو قوي، السوليه عاملها ممتازه حلو قوي. او طبعا مساحه الرؤيه موجوده والمساحه موجوده ومفيش ضغط. ما قلت لك في موقف هنا دفاعي كارثي يعني. ثلاث فراودة على اثنين مدافعين صعبه ما بتحصلش خالص. وكانت لسه نتيجه 1-1 يعني، مش ما كانتش 2 او 3. لكن تصرف بتاع حسين الشحات امتياز تقريبا، هو يعني 90% في الجول. هنا محمد شريف طبعا شايف كويس قوي، يا دوب بس وجهها بدماغه زي ما قال الكابتن شريف دلوقتي، حته ان هو متفوق بلعب الهواء عملها حلو قوي. بس هي كويس انها عملها جامده، لازم ما الحقش الجول يجيبها. هدف حلو قوي وسهل جدا، كل حاجه كانت سهله في الشوط الثاني. مظبوط. قبل ما نروح نوصف الجول الثالث مع الكابتن اسامة عرابي، نروح لزميلنا شريف شعبان ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا شريف. من جديد كابتن ايمن بجدد التحيه ولضيوفك ولكل مشاهدينا عقب فوز النادي الاهلي على فريق المقصه باربع اهداف مقابل هدف مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بقول لك الف مبروك، فوز كبير النهارده على فريق المقصه. بس بلغه الكوره ما قلقتش، جبنا جوان كتير، اوفسايد، كان في كوره فيها شك كبير جدا، ولكن ما خفتش، قلت الكوره ممكن تقلب، وبالفعل المقصه احرز هدف وتاخرنا. كان عندك ثقه ان ممكن نرجع للجيم مره اخرى ونتعادل ونتقدم عليهم كمان؟ بص انت دايما الاول تحيه طبعا كابتن ايمن وضيوفه، انت دايما بتحاول تجتهد وتتعب وتعمل عليك. اعتقد اللعيبه كانت مركزه في كده، يعني زي ما انت قلت عندنا كذا هدف احرزناه وكان اوفسايد، وبعد كده بترد عليك بضربه جزاء. لكن انت عارف برضو لعيبه النادي الاهلي وشخصيتهم وازاي بقى عندهم تصميم ان هم يرجعوا المباراه ويقدروا يخلصوا المباراه. فاعتقد الحمد لله كان عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، عندنا ثقه كبيره جدا ان هم متحملين مسؤوليه كبيره في وقت صعب جدا، خصوصا نهايه مرحله مهمه جدا اللي انت كنت تنهيها
تأديها بشكل كويس عشان خاطر تأهلك كويس نفسيا لبطولة كبيرة اللي كلنا بنحلم بيها وجمهورنا بيحلم بيها بطولة أفريقيا. فأعتقد الحمد لله جهد مشكور جدا من كل اللعيبة وأداء مميز جدا، وأعتقد مباراة أعتقد أديناها بشكل كويس، اللعيبة أديتها بشكل كويس، حتى الروتيشن اللي حصل من خلال المباراة أعتقد برضو اللعيبة الحمد لله أدت أداء مميز وكان لها شكل في الأداء وعملت منافسة كويسة بين اللعيبة، وده الحمد لله كان دي بتبقى بالنسبة لنا مشكلة لكن بتبقى مشكلة كويسة للفرقة يعني. فأعتقد الحمد لله مكاسب كبيرة النهاردة وإن شاء الله تحدي جديد بقى للفترة اللي جاية. نروح لأفريقيا، الأهلي الحمد لله اتعادل قبل نهاية الشوط، دخلت بين الشوطين قلت اللعيبة إيه، والتعادل 1-1 ما بين شوطي اللقاء. مستر موسيماني وحضرتك كنت حريصته للعيبة إيه؟ والراجل اتكلم اللي احنا لازم نبقى اهدى، احنا بنوصل بشكل كويس عندنا فرص كويسه، لازم نبقى اهدى في الثلث الهجومي، هيجي لنا فرص كويسه، لازم نستغل الهاف سبيس اللي في ظهر هشام محمد، وانت عارف ملعب الملعب عريض جدا يعني بتاع الجيش استاد الجيش، فمهم جدا ان انت تستغل من عمق الملعب وتقدر تعمل تخترق الاختراقات اللي تستغل سرعات شريف او الكرات العرضيه اللي بتقدر تستغلها من عن طريق عالي او من عن طريق اكرم. واعتقد الحمد لله اللعيبه كانت مستوعبه جدا وقدرت اللي تحقق 3 اهداف مهمين جدا في وقت مهم جدا، واعتقد بشكرهم طبعا. الجماهير ما تعرفش او المشاهدين ما يعرفوش ان انتوا بقالكم فتره بتمرنوا تخصص بعد التمرين لصلاح والشريف على الهيدرز، والنهارده احرز هدفين محمد شريف. بتشتغلوا في صمت وفي هدوء من غير ما حد يعرف حاجه، وشغلكم بيبان في ترجمتها للاهداف زي النهارده محمد شريف معانا. بص انت عشان معاشرنا طبعا وموجود على طول معانا، انت عارف الراجل احنا دايما هي كره لعبه تفاصيل يعني، مهم جدا ان انت لما يكون عندك لعيب مميز زي محمد شريف بيقدر يشتغل برجله كويس من اليمين والشمال ويجيب هنا اهداف، يكون عندي نقص شويه في الحته دي، فبتقدر من خلال التدريبات الفرديه تقدر تنميها. فاعتقد النهارده الحمد لله احرز هدفين مميزين جدا بدماغه النهارده وحاجه كويسه جدا يعني. برده نفس القصه صلاح محسن من اللعيبه المميزه جدا في الهيدرز، برده بتاكد على المهاره دي. ديانج برده في التصويب برده من اللعيبه اللي برده احنا بنشتغل معاهم بعد التمرين اللي هو برده يحسن الحته دي. فاعتقد الحمد لله كل ما بتشتغل في التفاصيل ديت كل ما بيبقى لها مردود يعني، لكن هو ده الطبيعي اللي انت بتشتغل على الحاجات ديت عشان تساعد فرقتك عشان يبقى عندك حلول هجوميه كتيره وتقدر في ماتش زي ده وتقدر تحسمها يعني. اخيرا طموحات جديده، غلق المحل المعترك المحلي، التركيز في نهائي الحلم، نهائي افريقي النجم العشرة مع فريق كبير كايزر تشيفز، الناس ممكن تستعين بيه ولكن فريق نتائجه تخض. خلينا اتكلم في نهايه الكلمه اللي انت قلتها اللي هو فريق كبير، الفرقه اللي بتلعب نهائي افريقيا اكيد يبقى فرقه مميزه، عندها لعيبه كويسه، عندها قدرات كويسه، اللي انت بتلعب نهائي افريقيا اكبر بطوله في دوري افريقيا، فلازم نحترمها جدا، لان انا بشوف في ناس كتيره جدا بتقلل من قيمه كايزر وكده، وممكن تتاثر على وممكن تاثر عليها سلبيا، زي النغمه اللي كانت موجوده ان التفويت والنادي الاهلي بيفوت، النادي الاهلي الحمد لله بيكسب كل فرق، النادي الاهلي حتى متصدر الدوري الحمد لله النادي الاهلي واخد منه بيكسب الوصيف كمان 4 نقاط يعني، فلما اعتقد الوصيف ممكن يسيب يعني ما افتكرش، حتى البطل حتى دلوقتي متصدر الجدول يعني، نادي الزمالك النهارده متصدر الدوري، احنا الحمد لله واخدين منه 4 نقاط، فاعتقد يعني دي نغمه كانت حاجه مش حلوه يعني، لكن احنا دايما ما بنسمعش الحاجات السلبيه ديت، احنا عندنا هدف، مباراه مهمه جدا، مباراه كبيره جدا، 90 دقيقه مش عاوز اقول فاصله، لكن مهمه جدا في تاريخ الجيل دوت اللي هو يعمل مجد جديد لنفسه الاول والناديه ولجمهوره اللي هو متعطش جدا لكل ما بياخد بطوله يبقى متعطش بطوله اكبر اللي بعدها. فاعتقد الحمد لله اللعيبه مقدره المسؤوليه ديت واحنا مقدرين المسؤوليه ديت، واعتقد ان شاء الله اللي احنا هنعمل اقصى كالعاده يعني اقصى ما عندنا عشان نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي ونوعدهم ان شاء الله اللي احنا نرجع بالبطوله. قادرين على الفوز باللقب باذن الله؟ طبعا ان شاء الله باذن الله وحده ان شاء الله ربنا يكرمنا. انا ما بشوف دايما ما فيش حاجه اسمها حلم، انا بشوف ان في حاجه اسمها هدف انت بتسعى له يعني. تاخد بالاسباب وتشتغل عليه كويس اعتقد ربنا يديها لك يعني. يا رب باذن الله وفقنا وباذن الله توفيقكم معانا يوم 17 ونفوز على فريق كبير كايزر تشيفز باذن الله ان شاء الله. شكرا شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع مدرب النادي الاهلي طبعا الكابتن سامي قمصان عقب فوز النادي الاهلي على فريق المقصه 4 اهداف مقابل هدف. اعود لك بينجي كابتن ايمن. اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف. يمكن الانطباع للكابتن سامي عبد الحفيظ وسامي قمصان كابتن سامي قمصان ان هم مطمنين لحاله الفريق النهارده، استمراريه في الانتصارات، العروض الجيده، ان شاء الله الاستعداد يبتدي من بعد مباراه النهارده للمباراه الاهم والبطوله الاكبر ان شاء الله وتتويج بالعشره باذن الله. كابتن الهدف الثالث اللي احرزه النادي الاهلي. كره معانا في نص الملعب اتعملت وان تاتش، شريف اتحرك هايل طبعا. يا ريت
استعاد من ورا الاول. نجيبها من البدايه برضو، نجيبها من البدايه بعد اذنك يا برجام. طبعا برضو النقل بقى اريحيه خالص، بس برضو كره طويله كده لأفشة عملها وان تاتش او حسين الشحات. طبعا استلام رائع من شريف، وشريف ميزته الكبيره انه مركز قوي على الجون، وبعدين شماله ويمينه شغالين كويس قوي. يعني هو استلم ببطن القدم باليمين وخطوه باليمين وبعدين عدله على الشمال. صحيح. جاب الجون ده الماتش اللي فات لما اتلعبت له طويله ورا فاروقه. النهارده برده نفس الشيء وعدل، بس هو حطها يمكن في جت في رجل محمود حمدي وحظه حلو. طبعا طبعا هنا ضارب الاوفسايد كويس، ما وقعش في الاوفسايد، استلم كويس باليمين وعدل على الشمال لانه بيستعمل الاثنين زي ما قلنا. صحيح. حطها ضربت في رجل محمود حمدي والحمد لله كان فيها توفيق، ضربت في مودي ودخلت المرمى. الجون ده برده هو الشوط الاولاني اتحرك في العمق، او الشوط الثاني برده اتحرك في العمق، اتلعبت له اللي هو اللي احنا بنقول عليها هدف. ايوه اثبت هنا، اثبت هنا. انا عايز ابص يا كابتن اسامه هنا على الزياده العدديه للعيبه المقاصه، وفي بص 2 4 6 منهم 5 بره اللعب. مظبوط. ما انا قلت لك المقاصه النهارده في مساحات كبيره جدا، مساحات كبيره جدا، والضغط مش كبير. الضغط كان في اول 10 دقائق بس، لكن بيروحوا متاخرين، اتضربوا بتمريره واحده 6 لعيبه. اعتقد ده قفشه. مش بص المساحه اللي فاضيه كمان وراهم. طبعا مساحه فاضيه وراهم. قفشه كمان برؤيه هايله بوان تاتش حطها لشريف اللي هو على طول عارف طريقه في العمق على طول، وعدل وحطها وخدمته طبعا ان ردت في مودي ودخلت. لكن هو الجون اللي احنا كلنا بنقول عليه هدف ان شاء الله ما نشوف، بس الكابتن ناصر لما يجي برضو راح في العمق واتلعبت له، شالها تشيب باص من فوق محمود حمدي. هو عنده ميزه كمان، بيعرف يسرق الديفنس كويس قوي. ما انا بقولك بيتحرك بالسرعه كويس جدا الخطوه الاولى، وبعدين بقى عنده ثقه في نفسه وفي ادائه داخل ال 18، وبعدين شماله ويمينه بيستعملهم اكنهم واحد، يعني ما فيش اختلاف، بيعدل من اليمين للشمال ويحطها من الشمال لليمين ويحطها. صحيح. فهو عنده ثقه في النفس. ليه بيقع في الاوفسايد كتير يا كابتن؟ الايه؟ بيقع في الاوفسايد. ما انا قلت ليه؟ احنا قلناها هو عشان المكان. اقول لك حاجه، شريف لما بيبقى وشه لحمل الراي اللايز مان. ايوه مظبوط مظبوط. انا بقول لك عشان بيبقى المكان. وشه لا لما بيبقى وشه كده شايف حمل الراي لما بيدي له ضهره بيقع كتير. العكس. عشان كده احنا دايما نقول ايه، الفيرويد ما تشغلش بالك باللاعب السرد باك في الوقت الحالي، مش عايزين نشغل بالنا بيه، اشغل بالك باللازمان. أي. العب عليه كانك انت اللازمان بتاعه، لما يجي كده تحس تبقى انت انفراد. أي. يبقى انت في السليم. أي. لانه اللازمان بيلعب على مين؟ على اخر المدافع، على اخر لاعب للمدافع. أي. انا اشتغل عليه بقى كفيرويد. لا على تاني اخر لاعب، تاني اخر لاعب، لان في حارس المرمى. لا ما سيبك من حارس المرمى، انا بتكلم يا كابتن على ضرب الاوفسايد. انا لما اكون فيرويد علشان ما اجهدكش. مظبوط مظبوط. ما خلكش تقعد تتفرج على السرد باكات، العب عيني على اللاين كانك لازمان للازمان. ايوه عيني عليه. تعمل ايه؟ عينك عليه. لو لقيته جه كده الخط انزل وما تشغلش بالك. اشرب انت دي. مش بنقول الفيرويد دايما. بما ان احنا اقف استلم بالجنب، ما تستلمش بظهرك. ايوه صح. طب ايه رايكم، ايه رايكم نروح نشوف الكابتن محمد عبد الجليل ولقاء مع شريف شعبان زميلنا؟ اتفضل يا شريف. من جديد بجد تحيه كابتن ايمن، معي المدير الفني لفريق مصر المقاصه، طبعا الكابتن الكبير نجم الكوره كابتن محمد عبد الجليل. لما شافكش بتلعب كوره فاتوا كتير. بقول لك هارد لك النهارده، خساره من النادي الاهلي، بطل افريقيا، بطل الدوري، حامل اللقب، باربع اهداف مقابل هدف. اديت شوط اول ولا اروع ولا اجمل، تقدمت على النادي الاهلي بهدف، قدر الاهلي يتعادل في الشوط الاول. الشوط الثاني بقى الاهلي خلاص بقى قوه امكانيات، قدر يحرز ثلاث اهداف في الشوط الثاني ويخلص الجيم اربع اهداف مقابل هدف. يعني مبروك للنادي الاهلي طبعا. سلم على الكابتن ايمن والضيوف اللي معاه. طبعا اداء الشوط الاول الاولاد نفذوا اللي احنا قلنا عليه وقفلوا المفاتيح واشتغلوا. الشوط الثاني باصه غلط بعد ربع ساعه من لعيب عندي. انا قايل لهم ما حدش يغلط قدام النادي الاهلي، ما فيش باص قدام النادي الاهلي. الاخطاء ممكن تخطا في اي فرقه تاني، انما مع النادي الاهلي بالذات ما تخطا على طول هو بيستفاد منها،
من اللعيبه امكانياتها برضو الفروق الفرديه باينه، انما يعني انا ماسك بقالي 7 ماتشات نفس السلبيه بتاعه دجله هي السلبيه بتاعه ماتش الاهلي برضو الشوط الثاني استرخاء ما اعرفش بدنيا بقى ذهنيا فنيا، هنعالج الكلام ده في الشهر ونص. ولكن انا طبعا مستاء جدا لان انا راجل متربي على الفوز وما بحبش، وأربعة واحد كتيرة ده النادي الأهلي وعلى عيني وراسي والنادي الأهلي كبير إنما مجريات الماتش اللي يغلط قدام النادي هيتعاقب، وأنا تعاقبت ب4 أهداف منهم جون أنا اللي مديهم للعيبة، نص الملعب فتح، الفراودة فتحت، مهما تقعد تتكلم من بره خلاص حاولت أعمل تغييرات، بس كان الجون التاني جه ميسي نزل حركني شوية، فوافي في الآخر برضو مش دماغه مش معايا خالص، وانا ليا قرارات ان شاء الله مع الاداره ومع الفرقه، اللي هيكمل معايا هو اللي هيسمع الكلام وهينفذ كلامي من اول دقيقه لاخر دقيقه، اللي مش هيسمع الكلام يقعد مش العب باي حد ان شاء الله. ومبروك للنادي الاهلي تاني وان شاء الله يرجع لنا ببطوله افريقيا وخير ان شاء الله. ماتش افريقيا صعبه ماتش افريقيا صعب، بس الاهلي حالته البدنيه كويسه، حالته الذهنيه كويسه، اتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن مصطفى. شكرا كابتن ايمن. دي كانت لقاءاتنا عقب فوز النادي الاهلي على فريق المقاصه ب4 أهداف مقابل هدف. مليون مبروك لحضرتك، لضيوفك، لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. عوده ليك من جديد، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان. الهدف الرابع والكابتن عادل عبد الرحمن. نروح على الهدف الرابع لما يبدا. اهو برجاوي جاهز يا عم، ده جاي من ساحل جاهز. يعني دي رؤية بقى من قفشة، يمكن أقول لك حاجة قفشة ممكن حلو يكون طول المباراة بمركز. أيوه بالظبط، عاوز يعمل دي لأنه شاف الجون أكتر من مرة بيطلع بره من الشوط الأولاني. من الشوط الأولاني مظبوط، لكن بص آخر 5 دقايق دايما يمكن لما شاف الفكة دي كان مسمم عليها قفشة. بس أنا عايز في جولين هنا كانت الكورة تحت سيطرة المقصة. أيوه. يعني نجيب الجول ده من أوله، هو اللي ضغط، هو خطا من نص الملعب. بص هي كوره من اول خطا لاعب نص الملعب حب ده خدها على جول هشام محمد حب. لكن اقول لك حاجه بقى، الرؤيه عاليه حلوة، كل حاجه حلوه، والتنفيذ، لكن التنفيذ بقى التكنيك بتاع قفشة في الكور اللي هي الطويله. ايوه فاكر اللونج باص اللي عمله لحسين الشحات اللي جه الجون برضو نفس بص 52 متر بالظبط يعني من نص الملعب تقريبا. يا كابتن انا يهمني التكنيك اللي بيعمله. أيوة. قفشه من احسن اللعيبه اللي في الوقت الحالي اللي بيلعب اللونج باص. صح صح، فدي تعتبر ان هو يعني حطيتها لونج باص، دي دقه، ده دقته عاليه جدا ومهارته عاليه قوي ورؤيه طبعًا. ودي حاجه مهمه جدا. الحاجه بقى الثالثه التحضير. أيوة. هنا مش هتيجي وليده اللحظه، خلي بالك هو اللي ضغط وهو اللي خد الكوره. ايوه يا كابتن التحضير بقى. أيوة. مهم جدا ان انا اختصر اجزاء من الثواني في اني محضر قبل كده. صح، انا اقول ان قفشه محضر اللعبه دي. صح، يعني زي ما انت بتقول هو بيبص عليها من الشوط الاولاني. الشوط الاولاني هو محضر، هو بيقول اكيد في لعيبه كده بتقول لو جات لي كوره زي ديت الجون بيبقى بره هعملها. مظبوط، زي ميلا لما جه مع في جون كولومبيا صمم انه عارفه سابه جيت سابه 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 لحد ما اصطاده في واحده اللي هو مظبوط قطع منه اللي هو عايز يرقصه، هو ساب له الموضوع. قفشة ممكن يكون كده ساب له الامر، ساب له الامر وهو شايف وحطها بصوره جيده جدا وتحسب. تعرف في لقطه حلوه قوي، سيبك من الجول وحلاوته وكده. بص مين اول واحد كان فرحان لمحمد مجدي، رجع تاني كده برجاوي محمد شريف. شريف لما ليه بقى جيله جري ليه؟ لان قالوا الماتش اللي فات ان في مشكله محمد شريف ومحمد مجدي. الجول اللي جاء محمد مجدي محمد شريف قال لك مجدي محمد مجدي اتقمص بعدها اللي هي المباراه السابقه وكده. بص دي لقطه حلوه جدا يعني نازلين مع بعض من الاتوبيس بيتكلموا وبيخططوا هيعملوا ايه. لا اللقطه دي تقول لك ان ده كلام بيتقال وخلاص، لعيبه النادي الاهلي حته الحب دي بينهم حاجه منتهيه تماما. اللي يجيب جول جول، لكن هم في الاخر بيكسب فريق النادي الاهلي. اكيد ممكن نجيب معلش برجو جيب لنا برجاوي الجول ده مره ثانيه ايمن، وبعدين عشان عايز اتكلم على حاجه معينه قالوا عليها الماتش اللي فات. التحضير اللي عادل بيقوله مجدي عمله في اثناء اللعبه، خلي بالك كمان المدير الفني والناس اللي بتحضر للمباراه ساعات بتلاقي مثلا حارس معين بيطلع كتير
بدري فبينبهوا على اللعيبه انك ممكن تلعب له الكور اللي هي وهو خارج المرمى. في حراس بيحبوا يطلعوا كتير يعني، في حراس بيحبوا يبالغوا في حته الطلوع دايما. ده طالع عند ال 18 يعني أيمن. مش مزوده. لا انا عارف، هي حرفيه اقوى من. لا انا عارف بس انا اقصد ساعات اللي هم بيحضروا المباراه ممكن جدا يقولوا ايوه. بص بقى اللقطه هي دي اللي هي دي اللقطه اللي احنا بنتكلم عليها. بص محمد شريف، محمد اول واحد راح لقفشه محمد شريف يعني، وخلي بالك الاثنين قريبين جدا أيوة جدا من بعض. في كلام في انا عارف طبعا الكلام اللي انت قلته ان في الناس بص دايما دايما لازم الكلام يتقال. بص الجول رقم 4 ولاعيبه الاهلي كلها ودي حاجه. لا انا عايز اتكلم على زي ما قال الكابتن علاء، علاقه شريف بمحمد مجدي قفشه. طبعا علاقه لا كله ايمن طبعا. لا عشان الكلام اللي اتقال بس بعد الهدف مش كده الكلام بيتقال وانت كسبان يعني. أي. في ناس كده غاويه تطلع اي حاجه إيه؟ في فريق الاهلي لا ما هو بيقول لك هو كمان ما بيقولوش يا قفشه، ده هو بيقعد يدلعه حتى في المشي لما يجي يتكلم معاه. بص يعني هي حتى اتعملت عفويه جدا. قفشه ايه هيقول له ايه؟ اتعملت عفويه. لا حاجه بخصوص القضيه. لا يعني عاوز اقول لك حاجه كابتن، هو روح لعيبه النادي الاهلي ما بتبانش في التفضيل وبس، طبعا بان انك انت بتدافع عني وانا دافع عنك في الملعب طبعا. يعني لعيبه الاهلي الموضوع بتاع ان الروح انت روحك اعلى وانا روحي اعلى وانا روحي اعلى وانا روح احيانا ممكن تكلمني خوفا على الفرقه. ايوه طبعا. ممكن تلومني طبعًا خوفا على الفرقه طبعا. واحنا واخدين كده طول عمرنا صح. احنا طول عمرنا ممكن تكون انت اقدم مني في الملعب وبتواجهني. أيوه. احنا فاكر لما كان كابتن مثلا ثابت يبقى ورا الله يرحمه كان يوجه نص الملعب، نص الملعب يوجه المدافعين يوجهوا نص الملعب ونص الملعب يوجه كابتن علاء نفسه ده كان بيطلع عينينا. انت تعرف ثابت منين انت؟ كان بيطلع عينينا. حاضر حاضر. خد منه ولا مين كده؟ ست بقول لك ايه، ست سنين لعبت معاه. ايوه لعبت مع مين؟ ست سنين. ايوه لعب مع كابتن ثابت قبل كده طبعا. فين؟ يا عادل طلع واحنا معانا كان صغير جدا. ايوه ما كان عادل كده ما لعبش معايا انا. لا ما كانش موجود، كان مسافر بره. انت ما كنتش معايا يا ابني. تعرف ثابت منين؟ تعرفهم دي الكوره ما تعرفوش. لا 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 لعبت معاه، لعبت معاه كاس امم. لا لعبنا مع بعض كاس امم وكاس عالم بعد كاس العالم. يا كابتن لعبنا كاس امم وكاس عالم وقبليها وافريقيا. انت لعبت كاس عالم ده انا ناسي. بص يا كابتن كان مسافر، انت اللي جبت الجون. بص يا كابتن عاوز اكمل نرجع للكابتن سيف بس نشوف ارقام قفشه معانا على الشاشه اهو بنسبه الهدف اللي هو جابه. 21 مباراه صناعه الاهداف 6 او 3 والاهداف 3، صناعه فرص 46 فرصه، تمريرات بينيه ده في الدوري كله مش في الماتش النهارده طبعا. تمريرات بينيه صحيحه 37 تمريره صحيحه. بص يا كابتن في ميزه دلوقتي كل بصوا لقدام يعني الوان تاتش اللي عملها الجون الاولاني الجون اللي اداه لمحمد شريف ده وان تاتش. الكوره اللي قبليها لحسين الشحات برده لونج بار. يعني هو دايما نظره لقدام ودي حاجه مهمه مزبوط. في اللعيبه اللي هو بيلعب تحت المهاجمين يعني قفشه خلي بالك علشان بس الناس لازم تخلي بالها منه في ايه. بتكلم على فكره لما الفرقه بتحب تعوز بلاي ميكر بينزل نص الملعب بين الاثنين الديفندر بينزل يشتغل وبيطلع قدام بيبقى تحت المهاجمين احيانا وبيحط الباص في الوقت لمحمد شريف. عشان كده محمد شريف دائما مستعجل على الجري قدام. كابتن علاء اتكلم على عليه بيقول لك عشان غير مكانه ولا كابتن اسامه كابتن قال ان هو عشان كان بيلعب طرف هو ده. والكابتن ايمن انت قلت ان هو بيلعب طرف هو فعلا بيلعب كده على هو فعلا كان بيلعب طرف يعني محمد شريف كان من يمكن انا كنت دربته السنه اللي قبل اللي فاتت في الفريق اللي هو اللي تحت في النادي يعني كنت كان بيلعب معايا مباريات دوري كتير فانا كنت كان بيلعب كان بينزل لي من فوق يلعب لا طرف يمين لا طرف شمال. هو بدا بعد ما راح انبي ورجع ودي الصراحه محسوبه للكابتن حلمي طولان ابتدى يستغله في بعض المباريات كراس حرب. يعني الكابتن حلمي طولان انا بثق فيه بفكره انه الكابتن حلمي بيحب اللعيبه اللي بتلعب على الجون مش مباشر يعني تيجي من تحت تيجي من الجنب تيجي من اي علمه انه يجي كان بيلعبه على الطرف احيانا وبعدين يدخله جوه لكن محمد شريف مع النادي الاهلي دخوله جوه هيبقى مفيد جدا ليه صحيح. لان احنا بنروح على الجون كتير صحيح. انا بقول لك كابتن ازاي انت كمهاجم ممكن في المباراه يجي لك 4-5 كور ليه
حته التهديف. كابتن سيد عبد الحفيظ قال حاجه في اللقاء اللي قاله. هي ارقام شريف معانا كمان يا كابتن. لعب 88 دقيقه، هدفين، تصويب على المرمى الى اربعه، هو شاط اربعه، الاربعه بين ثلاث خشبات. انا بعتبر اربع اهداف. تمريرات صحيحه 13 من 14، دي نسبه عاليه جدا جدا. يا كابتن انا بعتبر اربع اهداف. ايوه. لان هو جاب الهدف الهدفين او تسبب الهدف الثالث اللي خبطت بدله، يعني هو اخطا كان لازم يشيلها من فوق الجون زي الجون اللي جابه والجون اللي اتلغى. نشوف الكابتن ناصر عباس يقول لنا عليه ايه. لكن انا كنت عايز ارجعك لحته مهمه يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي. اللي هو كابتن على قفشه. قفشه لما الناس بتتكلم وبتقول شريف وشريف جاله جري علشان اولا هي دي الروح اللي بتاعت الناس مين انا اللي قلت لا الناس لما قالوا لا بره لما قال لك بره الماتش اللي فات قالك الماتش اللي فات قال لك ازاي انه ان قفشه زعل منه. مفيش الكلام ده خالص في النادي الاهلي. صح. احيانا انت بتكملني وانا بكملك. لو انت اقدم مني وانت لعيب كبير وانا لسه طالع بس انا بلعب تحتك انا اللي شايف لازم تسمع كلامي طبعا. وده اتعلمناه حتى لو انت مين طبعا. فهي المهم ده الروح اللي احنا بنكسب بيها. شريف جري اللعيبه احنا جون الرابع كله جري، بدر بنون الناس كلها جريت وبتحيي قفش علشان جول حلو كمان قوي قوي. الجاريه دي جول حلو فاهم انت فاهم. اقول لكم على حاجه، انا كنت ساعات امشي احلم بكوره كده اقول انا نفسي اعمل مش عارف كوره ازاي اشوطها فين اجري ازاي. تحلم أطير ولا تتخيل؟ اطير واتخيل. اتخيل عشان تحلم وتنفذها. يجي الناس عايز تنفذها اجي لا بتبقى على طول بتراودني الفكره. الراجل ده النهارده تتخيل الشكل ده مش تحلم بيكلم نفسه فيها. فاكر جون كوتوكو بتاع الكابتن خطيب؟ بيكلم نفسه فيها بيقول لو الكوره جت لي نفسي اجيب كوره انا مره بستري اجرب جرب قبل كده. عايز تقول حاجه؟ لا انا تاني يعني تكمله لكلامك. انا قلت لك يعني عادل قال انه هو عملها ساعه الماتش. انا بقول لك احيانا كتيره ايوه ايوه بيحضرها بتبقى مع الراجل اللي بيحلل المباراه وبتاع بتشوف مثلا الجون ده بيطلع كتير فممكن بتنبع على اللعيبه من الاول فبيبقى متخيل من اول الماتش دي. صح. كمان برضو غير اقول لك على حاجه كلمه حلم دي اقسم بالله انا كنت بحلم بجوان وبتخيلها واقول نفسي وبتتحقق. كابتن ايمن فاكر ربنا جون ربنا بيحقق يعني بتاع كابتن الخطيب اللي جابه بشماله اللي نزل بشماله طبعا فاكره. انا فاكر له تصريح، احنا كنا في الفرع انا كنت لسه طالع صغير وفاكر له تصريح شاف الجول ده قال لك انا شفت الجول ده مرتين قال لك هو لما جاب الجون دي حقيقه اللي رقص هي الباك لا 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 جات له لا لا ده اخر جون في روبسون اخر جون افريقيا لما كابتن ربيع صف ركبته ورابط ركبته لسه مظبوط لما كابتن ربيع رفع الكره جوه ال 18 كابتن طه مظبوط. ايوه الماتش ده كتوكو كتوكو هنا اول سنه اللي بعدها 88 كره ما نزلتش على الارض وهي في الهواء وهي في الهواء بشماله زي الصاروخ في الجول. هو طلع قال ايه؟ قال في هو طلع اولا كان مصاب وراجع. النادي الاهلي النادي الاهلي وكتوكو. هو كان مصاب وراجع. ايوه صح. انا فاكر. صح. ونزل كان رابط ركبته. وبعد ما جه الجول هو قال ان انا حلمت بيه. مظبوط. انا حلمت بالجول ده مرتين ثلاثه. مظبوط. كان لابس اخضر. ايوه كان اخضر يومها. ايوه ده اخر بشماله دي واول واول واحد راح له بعد الجول حضره محمد حشيش. ايوه جه سبرنت ما عملوش في الماتش. لا لا وحط زي فاكر علاء لما نزل وقعد تعمل كام باص انت وهو مع صوره الهلال بتاعت المرسى. ده الهلال المرسى بتاعت المرسى برضه شبهها. ما هي شبهها بالظبط شبهها كده بتاعت المرسى راحت بس بتاعت المرسى نطت في الارض فهو خدها فولي. لكن دي انا بتكلم على الحلم. انا بقول لك انا فاكر تصريح لي بعد المباراه قال انا حلمت والله يا عادل انا مرتين ثلاثه عايز اطير واعملها مش عارف ايه بتحصل. ايمن على فكره الكلام اللي بيتقال ده مفروض يبقى مع اي لعيب كوره. صح. كل اللعيبه اللي بتلعب في كل المراكز لابد انه يبقى يعمل تخيل في حاجات. صح. ممكن يعملها اثناء الماتش يعني حتى احنا كنص ملعب او ساعات تقول مثلا ده فلان هيجري هعملها له مثلا بالشكل ده او هرقص فلان ده. طب انا عايز اقول لك حاجه زي ما كابتن شريف بيقول. صح. لازم لعيب الكوره لازم يبقى عنده تخيل اذا كان مهاجم احطها. طب والله انا كنت في الوينج ليفت دايما ابقى عيني دايما بص عليه واقف ازاي. مظبوط. وهي جايه مثلا عند ثابت من عندها
او اي حد هيلعبها ماهر امام مثلا يمسكها لو عايز يعملها لي، ابقى ببص دايما الراجل ده واقف ازاي. ليه؟ صح. لان كنت ساعات بعمل اعادل واحده للكابتن خطيب او واحده لمصطفى عبده الناحيه الثانيه واجري عشان اخدها. صح. فكنت عايز اشوف السبيس او المكان أي. بين الراجل اللي واقف اخر واحد وبين الجول. مظبوط. يعني عارف يا كابتن اسامه بمناسبه كلامك، فاكر ماتش 92 اهلي وزمالك؟ والكره لما كانت معانا فاول والكابتن طارق بوزيد بيشوط الكوره، انا شفت نفسي وانا بجيب الجول. القاضيه بتاعه 92. كانت اول قاضيه دي. 92 والكابتن طاهر بيشوط، انا شايف نفسي جايب الجول. بقولك ده على فكره، على فكره التخيل ده نوع من انواع التدريب. لا خلي بالك، كل انت ما بتتخيل حاجات بتبقى انت بتيجي تنفذها بتبقى حاضره في ذهنك انت. أيوة فاهم. مزبوط. غير انا نازل ما عنديش اي سيناريو ولا تخيلات في الماتش هعمل ايه او عشان احنا خدنا فيها دراسات كبيره قوي. اقولها لك دي حاجه اسمها استدعاء صور ذهنيه. بمعنى انا اتخيل مثلا انت لو بتعمل حاجه او عندك حاجه في بيتك وجبت سيرتها وانت بتجيب سيرتها بتتخيلها جوه دماغك قدامك. مزبوط. صورتها بتيجي. مزبوط. قدامك. دي استدعاء صور ذهنيه. فانا كفيرويد او سيردي باك مثلا بستدعي إيه؟ انت هتلعب عليا بكره يا كابتن. ده التركيز اللي كنا فاهمينه غلط زمان. زمان كنا بنقول التركيز ايه هو؟ انك انت تبقى مركز ومتنشن وكده. لا، ده استدعاء صور ذهنيه وليه مفتاح. يعني لو فاكرين فان باستن لما كان نازل معانا في الطابور في ماتش هولندا وكان بيصفر. كان ساعتها بيصفر. انت فاهم؟ احنا قلنا عليه بيستهتر بينا. هو ما كانش بيستهتر بينا. لا، هو بيجيلي التوتر من ده استدعاء. لا، ده استدعاء صور ذهنيه للمباراه. انت هتلعب كان بيستدعي ايه، بغبغان ولا ايه؟ لا، علشان مثلا هو عاوز يشوف شام يكن اي حد هيلعب عليه. انا بكلمك ده خيال كبير. ده علم كبير قوي بياخده في دراسات كبير. أيوة. حتى من غير انت نفسك عارف ان الكوره بتاعت الكابتن طاهر ابو زيد هيشوطها وتجيب. طب انت جبتها ازاي؟ انت مركز، انت عارف ان استدعاء. أيوة. بس صور ذهنيه ان. صح. مثلا لو كابتن طاهر شاط حسين ممكن يرجع. حسين السيد. أيوة. كان ممكن يرجع. أيوة. وانا فاكر ساعتها الحيطه بتاعت نادي الزمالك. صح. قالوا ايه؟ أيوة. قالوا حسين هيعملها كره دي جول وتدخل جول. ليه انت رحت ليه؟ انت لو ما كنتش مستدعي صور ذهنيه. أيوة. قبل كده ومركز. أيوة. ما كنتش رحت. صحيح. دي حاجه مهمه جدا. صحيح. ده علم. صحيح. كبير. صحيح. عايزين نستدعي الكابتن ناصر بقى. لا لسه كابتن شريف، النهارده المباراه مليانه ايجابيات. والله ازاي بقى نقدر نستفيد من الايجابيات؟ زي ما انت قلت لي الماتشات الاخيره اللي فاتت دي لازم يعني نحضر عليها لماتش النهائي. بص، التلات ماتشات اللي فاتوا دول عملوا لك حالات كتير جدا انت ممكن تتعرض ليها في مباراه الفاينل. كويس. زي ايه يا كابتن؟ ايه ماتش اخطاء حصلت في ماتش بيراميدز. استحاله هنخش في الحاجات دي. استحاله لما تبقى كسبان بترجع كوره لنص ملعبك الناحيه الثانيه وتبتدي تتناول الباص لاضاعه الوقت. طب ما تروح في بمناسبه الكوره ديت. هو طبعا قفشه استفاد كويس قوي قوي من الكوره دي. طبعا. لكن في بدايه المباراه كل اللعيبه مش لا، في بدايه المباراه النهارده ما احنا برضو لازم نقول لو في خطا. ايوه طبعا. حصل خطا من حمدي فتحي في الاول. فتحي ادى الكوره، محدش يباصي في المنطقه دي خالص. ده غير يباصي، حتى لو هو باصى لاكرم كان اكرم لازم يشيلها. خدها بشماله، مفيش توقيف هنا. بالظبط. ما حدش هيستناه. فدي برضو خلي بالك دي خطا ممكن يكلفك مباراه. دي من احد الحاجات. صح؟ دي من احد الاخطاء اللي حصلت النهارده. بالظبط. واحنا اللي عملناها في نفسنا في الماتش الثاني. فهي هي الماتشات ايه؟ اخطاء. نتعلم منها. هو الماتش بيبقى ايه؟ هنا وهنا اخطاء. هو الهدف خطا. الهدف خطا. البينالتي رجع علينا ايه؟ خطف في الالتحام القوي. ما يقصدش طبعا ان هو يلتحم بهذا الشكل، بس انا شاكك في بعض. عايز يمنعه. انا حاسس انه مع كابتن ايه. 50 50 يا عادل، برافو عليك. 50 50 يعني الكره دي 50 بينالتي و50 بيحط رجله عشان ما يشوطش. يعني ممكن يكون كان في تهور شويه من ايمن اشرف. هي دي اسلوب ايمن اشرف، ان الوقت مش تعبه. الكره اسرع مع المفاجاه. بس الكره طلعت قدام يا كابتن عدوله. الكره مش الكره مفاجاه. انا أيوة. كمان ببقى واقف معرفش وشي ليه، ظهري ليه، جنبي ليه، انا عايز الحق باي شكل. هو اعتبر هو ايمن ما لعبش على الكوره. هو اعتبر لعب على جسم بس. ايمن داخل بظهره. ما عشان هي ناصر. عشان ناصر. هي كره متخبطه وجايه مش أيوة. كره ملعوبه ومرسومه. بس برضو ده خطا من ايمن. يجب دي الحاجات اللي بيقول لك ايمن عليها جوه ال 18 ان احنا بناخد بالنا وبنتعلم منها في المباريات. الحاجات الايجابيه بقى اللي انا شفتها في الماتشات الكتير قوي، ان اللعيبه لما بيبقى معاك الكوره قفشه او
سوليه النهارده تحركات. لقيت في تحركات اماميه صحيح. بتقدر تديله المساحه والرؤيه صح. ان هو يقدر يلعب له كره زي دي يروح بيها على الجول سهل ماموريه زميله محمد شريف النهارده اخد بالي زي ما كلكم قلتوا من حته الخطوه الاخرانيه اوفسانيه ليه؟ لان عندي الخطوتين كلنا الاوفسانيه دي حلوه دي ده فرنساوي ولا انجليزي ده؟ انا قلت الاوفسانيه اوفسانيه يعني جايه من اوفسايد وال يعني جنب الحسانيه سلطانيه بس ودنكم مش معاييه يعني حلوه الاوفسانيه كمل يا كابتن عايز افهمك انت لابيس فارق معاك انا قاعد والله لابيس فارق معاك في الاوفسايد غير قفش الراجل ده علمكم حكايه القفش دي وهتروح ده النهارده كره مكتوبه مع قفش وسوليه الافشانيه دي كلهم بالسين الاوفسايد وسوليه مضروب يعني معين المهم انا لما ببقى في نص الملعب وبلاقي امكانيات السرعه انها بتفتح لي المساحات ما ممكن كل الجري كل الدنيا بتجري على الـ على على قدام قفشه وبتجري حسين الشحات يستفيد ايوه علي معلول ياخد خطوتين لقدام تتلعب كوره ناحيه الليفت تتعمل بالعرض تلاقي 3 4 وصلوا منطقه الجزاء صحيح في الحاجات اللي بنستفيد منها احنا كلاعبين حتى مظبوط ما مش متعرفين على ما حدش بيقول لنا العبوا ازاي في الملعب صح انت هتبقى مترصص كذا 1 2 3 ما فيش تحركات ان تايم بيبقى شكله ايه انما ظروف اللعب مظبوط قصه ثانيه خالص مزبوط. انت اللي بتبتكرها صح انت اللي بتخلعها انت اللي بترقص واحد وتعمل عرضيه عشان محمد شريف يجيب الكور صح انت اللي بتعمل كل الكلام صحيح. ده انما هو انا الخطه هجري علي معلول ويرقص واحد ويلعبها لي بالعرض واجي اقول لك 1-0 ما تبقاش كده صح يعني الكوره دايما في التحركات والكلام ده صاحب الشكل مين صح. هو اللعيب مظبوط عشان كده انت بتكمل 90 دقيقه او لعيب بيجيب جولين ويريحه دي بمناسبه التحركات والمساحات الكبيره جدا الخاليه في الملعب شفت ادي بتدي رؤيه كل انت النهارده لو عملت سرعه الباص وضرب الخطوط اكيد انت لما هتلعب في الفاينل هتلاقي عندك المساحه اللي انت بتدور عليها زي الماتشات دي صح يبقى اتعرفت عليها قبل كده شفتها قبل كده النهارده انا شايف لعيبه بيملكوا دي مثلا صلاح محسن راح عاملها عايز لازم يهدى عليها شويه صلاح محسن المره الجايه هيعمل ايه؟ لازم يهدى عليها ويوقفها ويقدر يعملها لاي حد جاي على طول من ممكن ياخدها ويكمل يحطها او ياخدها ولا اي حد جاي من خلف يعملها له هروح جايبها ببطن رجله سهله فدي الحاجات اللي انت كنت بتتكلم عنها اللعيبه كلها بتشوفها اللعيبه كلها بتتعرف صح هيزعل صلاح محسن ان هو ما جالوش جاله فرصه ان هو كان يقدر يستغلها احسن استغلال مظبوط ان المره الجايه هيستغلها احسن استغلال طيب كابتن علاء اخيرا بقى في التغييرات بتاعه المباراه عشان نلقي نظره سريعه على مباراه الفاينل التغيير الاول صلاح محسن مكان جونيور في الدقيقه 58 تغيير متوقع كنا حتى بنتكلم قبل الاستوديو قلت لك صلاح محسن هيبقى تغييره جونيور اجي البدايه اللي بس انت كنت مبسوط ان هو بدا بجونيور نار بالظبط لان الموضوع مختلف يا ايمن كونك انك تبدا مباراه حاجه كونك تنزل تغيير حاجه ثانيه دايما احنا عندنا في كره معروف انك البدايه الكرشه الاولانيه دي كده هو عايز جونيور ياخد دي عايز ياخد اول اصطدام في المباراه الموضوع مختلف تبدا غير ما تنزل احتياطي طب كويس انا عايز بمناسبه دي برضو اربطه بالمباراه اللي جايه ضد كايزر تشيفز انا المباراه اللي جايه طار ان شاء الله هيكون راجع وخد الراحه بتاعته لو عندي جونيور جاهز بنسبه حتى 60-70% زي ما كان جاهز النهارده وعندي طاهر محمد طاهر ابدا بمين طاهر ابدا بطاهر هو هيبدا بطاهر يعني لو اتنين ان شاء الله بسلامه جاهزين هيبدا بطاهر لان طاهر الفتره الاخيره ايمن كلها هو اللي بيبدا هو اللي بيلعب على طول مباريات عنده يعني كام مباراه اكتر من جونيور جونيور في الوقت ده يبقى تغييره مناسبه جدا 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 تغيير الشوط الثاني او اي وقت مباراه هيبقى تغيير طبعا مناسبه جدا هتبقى انت لعيب نازل انت متاكد 100% طبعا توفيق ربنا ان هو هيفرق معاك في الشكل جونيور في الحاجات دي هيبقى كويس جدا لكن تاخد الدفعه من طاهر اذا كان طاهر او حسين طاهر وحسين لا الاثنين هم دول الدفعه قصدك البدايه ان شاء الله هيبقى دول هيبدا بيهم هم الاثنين بقالهم فتره يبداوا وهو عايز حد دايما بيتحرك كتير قوي عايز الناس موجود قوي في الاول وطاهر الفتره الاخيره بيعمل مجهود ممتاز صحيح. وعامل شغل كويس جدا وحسين نفس الكلام فاعتقد دي تبقى البدايه لكن يهمه قوي بقى كل الاوراق الرابحه معاه يعني معاه جونيور معاه صلاح محسن دول موجودين معاه اثنين اي وقت لو اختار اي حد فيهم الاثنين هيبقوا جاهزين صح. فهو بيجهز كل الناس ومش عايز يجهز صلاح بس لكن هو النهارده يعني من ايجابيات المباراه النهارده اللي اتكلمت فيه انت وكابتن شريف واسامه وعادل
جونيور مظبوط سليم وبدا واعتمد عليه في الاول صح. وانا قلت لك خد هياخد منه اكبر فتره ممكنه في المباراه نفسها وادى اداء جيد على طبعا فكرة. يعني حتى لو ما اداش كوره لكن خد نفس المباراه خد مود المباراه نفسها كميه الجري والحركه وكده فالنهارده من مكاسب مباراه النهارده الحمد لله كتير قوي رجوع جونيور جاي النهارده كمان كابتن اسامه محمود كهربا بدل حسين الشحات في الدقيقه 73 هو طبعا كهربا بقاله فتره ما بيشاركش بصوره كبيره يعني هو طبعا تغيير حسين هو مجرد عايز يريح حسين هو بالنسبه له احساسه انه بعد الهدف الثاني والشكل اللي هو شايفه انه المباراه رايحه للنادي الاهلي والنادي الاهلي ممكن يجيب اهداف ثاني كهربا بيعرف يجيب جون والشحات خد منه اللي هو عايزه وعمل الجون الثاني طبعا حلو قوي لمحمد شريف وعمل اكتر من كوره فحب يريحه ويدي كهربا جزء يعني هو اتغير تقريبا في الدقيقه 72 يلعب له 18 دقيقه من الجايز يحتاجه في مباراه كايزر شيفز كهربا يعني لما نزل ما عملش الشكل اللي المفروض يعمله يعني هو بقاله طب فتره انا اقول لك الاحساس دوت لما الواحد بيبعد عن الماتشات او بيبقى على دكه الاحتياط لما بتيجي تنزل 20 دقيقه 15 دقيقه 10 دقائق بيبقى انت عايز تعمل كل حاجه فانت عايز تعمل كل حاجه تلاقي نفسك في ال 10 دقائق وال 15 دول ما عملتش حاجه خالص ما هي دي الغلطه اللعيبه اللي بتنزل في وقت متاخر في المباراه 10 دقائق ربع ساعه الكلام دوت بيبقى عايز يعمل كل حاجه ايوه لا هو المفروض ينزل يلعب اللعب السهل اذا كان مثلا واحد زي كهربا بيعرف يروح على الجون يبقى مركز انه لو جات له واحده يركز فيها قوي عشان يجيبها جون لكن هتنزل عايز تعمل كل حاجه عارف النقطه دي انا مره كنت مع شوبير في برنامج وكان محمد شريف ما بيلعبش وده كان فتره كده مستر موسيماني كان قعده وكان مظبوط كان شريف لما بينزل تملي متلخبط يا عيني وتملي مش عارف يعمل ايه وتملي فانا قلت له الكلمه انت تقولها دي قلت له يا شريف كان على الهوا معانا يعني على التليفون قلت له يا شريف لما تنزل ان شاء الله خمس دقائق انك تعمل ان انا هلعب خمس دقائق بس وعايز اعمل كل حاجه طب هو نزلني متاخر هتقعد تفكر في حاجات كتيره مش هتعمل حاجه خالص صحيح. فانت مفروض لو بتنزل ان شاء الله خمس دقائق احنا بنشوف في الكره العالميه حتى هنا في مصر احيانا واحد بينزل ثلاث اربع دقائق يمكن مزبوط. هو اللي بيكسب الفرقه مزبوط. في جون وياخد هو الشو مزبوط. ف يعني ارجو من كهربا انه يركز اكتر من كده في الوقت اللي بينزله كهربا لعيب مميز ولعيب هداف يلعب السهل انت شايفه بدنيا جاهز ما برضه دي مقصره معاه شويه بس عايز اقول لك حاجه عايز اقول لك حاجه في النقطه بتاعت بدنيا دي اصل انت بتنزل ربع ساعه تلت ساعه فالمفروض ان انت مش واخد الماتش كله فاكيد الناحيه البدنيه عندك كويسه ده 20 دقيقه لا بس السبرنتات القصيره دي لا كمان ده 20 دقيقه احنا بنتكلم على 20 دقيقه و15 دقيقه ايمن السبرنت القصير ده عايز واحد جاهز حلو ده ممكن يتشد منك في الربع ساعه دي لو عايز يعمل اوفر زي ما بيقول انا لو مستر عايز يعمل كل حاجه في الربع ساعه ماشي انا لو مستر موسيماني بديله زي ما قال الكابتن عادل انت معاك مخطط احمال وعارف الحاله البدنيه بتاعت اللعيب دوت واللعيب ده ممكن يدي نص ساعه ممكن يديك 25 دقيقه ممكن يديك تلت ساعه مش هتاثر اللي هي التلت ساعه دي في الناحيه البدنيه ماشي هو يمكن شريف يمكن كان يقصد انه ممكن لما لعب ماتشات من بدايتها كان بدنيا ما بيبقاش العضلات يعني بتتعود على مش حركه تانية يعني انا شفت له كوره النهارده بياخدها وعايز يخترق من النص هو لو بدنيا كويس هيعدي من الراجل ده سهل جدا هيعدي منه وانا عارف انه هيعدي منه انما في عنده لسه نقص في الحاجات الصغيره دي الاسبرنتات الصغيره الالتحام الجامد هو عنده فكر زي ما انتوا بتقولوا عايز يعمل كل حاجه ايوه عشان عايز يثبت نفسه اسم كبير وعايز يبقى موجود في الملعب فما بيعملش حاجه عادي لا ما بتدروش لا ما بتدروش الفرصه هو عشان هو فكره ان هو يعمل كل حاجه ما بيلحقش حتى ما بتقعلوش واحده يوم ما وقعت له واحده عملها ببطن رجله جابها جول يعني ما بيتحطش حتى في ظروف تغري ولازم هو يعسكر مع نفسه برضه لازم يفكر هو لازم يفكر ان هو اليومين دول يرجع ازاي بقوه يبقى مزبوط. مستوى اول يعني. كابتن عادل الوحش ديانج بدل حمدي فتحي في الدقيقه 73 التغيير اللي احنا اتفقنا عليها يمكن تريح الاثنين ونفس الكلام اللي قلناه على تريح الدقائق والازمنه ايوه
اللي هي حمدي فتحي خد قد ايه وديانج ياخد قد ايه وعمرو السوليه ياخد قد ايه. مظبوط. احسب الثلاث ماتشات اللي فاتوا هتلاقي كده في راحه للسوليه ماتش وراحه لديانج ماتش. النهارده راحت حمدي فتحي النهارده لما خد يمكن حمدي فتحي اكترهم بدءا علشان حمدي فتحي هيلعب الحته بتاعه الثالث بتاع نص الملعب. صحيح. اكيد يعني. صحيح. فتغييره منطقيه ومعروفه للتريح فقط مش صحيح. لتعديل النتيجه او اي حاجه. طيب اخيرا برضو كابتن عادل برضو عشان نخش بعد كده على رجل المباراه وبعدين سريعا نتكلم على سريعا بقى على كايزر تشيفز. مروان محسن بدل محمد شريف ومحمد هاني مكان اكرم توفيق في الزياده 3. اهم واحد كان شريف للراحه عشان يعني الحمد لله طمنت على المباراه فعندنا فاينل فبنريحه لانه هو هداف الفرقه في الوقت الحالي. اما محمد هاني فده التغيير ده انا اعجبت بيه جدا علشان المشكله انك انت محمد هاني ما خدش حاجه او ما خدش دقائق في المباراه اللي فاتت وانت عندك فاينل. أيوه. هو مش هيبدا ومحدش يبداه المباراه الفاينل لكن ممكن تحتاج ربع ساعه ممكن تحتاج نص ساعه لما ينزل يكون لعب النهارده 10 دقائق ربع ساعه غير ان هو ما ينزلش خالص. هرجع لك مره ثانيه. هو التغييره بتاعت هاني بالذات يمكن كلنا توقعناها قلنا لما المباراه هتبقى مريحه عشان هاني بقى له كذا ماتش هيريح اكرم ويدي لهاني لانه ما يضمنش واضح طبعا ان اكرم اللي هيلعب في المباراه يعني المنطق بيقول كده الله اعلم الله اعلم مستر موسيماني هيعمل ايه لكن هو بيجهزه برده بيديله الجزء على اساس انه ممكن يدفع بيه في اي وقت. وبعدين عايز اقول لك حاجه كمان هو بعد المباراه ان شاء الله باذن الله اللي جايه والعشرة باذن الله المجموعه اللي هتروح الاولمبياد فيهم اكرم توفيق فاكيد الاعتماد الكلي هيبقى ساعتها ان شاء الله ما يبقاش فيه اصابات محمد هاني هيكون متواجد. كابتن شريف سريعا بقى رجل المباراه. سريعا هو في غيره انت لا انت قلت حد تاني. انا على معلول يعني لا انا النهارده عجبني سوليه بس محمد شريف هو طبعا محمد شريف خلاص محمد شريف كابتن علاء محمد شريف كابتن اسام محمد شريف كابتن عادل شريف بالجون اللي جابه بدماغه لا مش محمد اللي جواه لا هو عموما يعني التحركات بتاعته لا هو جايب جونين وواحده الثالثه يعتبر هو اللي جايبها انا بعتبر انه جاب اربع جون النهارده مش عارف الجون اللي هو لسه هنشوفه هي عندنا اربعه النهارده سوليه و محمد شريف يا ومعلول خليك شويه استريح لازم اديله حقه سوليه النهارده بعودته النهارده كاشف الملعب بشكل كويس قفشه طبعا على بعض الفترات كم كوره من اللي عمله مش في افضل حالاته بس افضل حالاته هو احسن من كده افضل حاجه عملها الجون اللي هو احنا لعيبه نتائج مش لعيبه يبقى محمد شريف وخلاص تكسبه وتلعبه معلول طبعا عشقي هو وديانج اللي انا بحبهم معلول النهارده برده مازال حقيقه صاحب النظره وصاحب العربيات وصاحب الفريق يبقى انا معاكم محمد شريف يبقى محمد شريف هو رجل المباراه كابتن شريف التحضيرات والاستعدادات لماتش كايزر تشيفز خلاص زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ انها بكره راحه ان شاء الله تاني يوم ثلاث باذن الله هنسافر هيسافروا هناك على الاوتيل على طول على الدخول في التركيز في التدريب والرجوع تاني من الملعب كل الحاجات دي عدينا فيها اربع بطولات فاتت لا فنيا بقى وبدنيا المباراه اللي جايه بدنيا خلاص دي زي ما انتم قاعدين تتكلموا على الراجل اللي هو بتاع الاحمال والدنيا وسيستم التدريب هيبقى شكله ايه ده الشغل الشاغل بتاع مستر موسيماني والجهاز بتاعه يعني ياخدوا يوم راحه كده زي كل ما بياخدوا يوم راحه فكروا احسن شوفوا الدنيا هتمشي ازاي ومن عندك لغايه يوم الجمعه باذن الله هتكون كل حاجه اترسعت كل حاجه تمام معهم طبعا كابتن خطيب اكبر داعم وبيحسوا بالثقه دايما لما هو بيبقى موجود معاه معاهم في السفر معاهم يمكن اعضاء مجلس اداره برضو بيشوفهم حلو علينا الدنيا كلها رايحه بمبدا زي ما قال عادل وعلاء واسامه احنا مش رايحين ماتش سهل لا طبعا ولا ضامنينه لا طبعا ده الكلام اللي هنتكلم فيه لغايه يوم المباراه صحيح باذن الله من النهارده لغايه يوم المباراه يكون كل شيء موازي ومواكب للنادي الاهلي باذن الله. كابتن علاء ممكن يفكر ازاي مستر موسيماني الماتش اللي جاي؟ هل هيفكر باسلوب ان هو يضغط عليهم من بدايه المباراه؟ هل هيفكر ان هو يملى نص الملعب ويامن الحته الدفاعيه شويه يلعب بثلاثه؟ ولا هيعمل ايه بالظبط وفكره ايه بالظبط؟ فكره ثلاثه دي ايمن بتفكر فيها لما يكون مباراتين رايح جاي، دي مباراه واحده. ما دي تقلق برضه لا خالص بالعكس. انت قلقان منهم هم عاملين ازاي منك؟ لا قلقانين جدا طبعا طبعاً. لا طبعا. طريقه لعبك وشكل ادائك في الملعب هو اللي بيديك الثقه في نفسك انت رايح ان شاء الله
انت الاحسن في كل حاجه بس الكلام ده بره. في الملعب هو ده الشغل الشاغل بقى. ان مستر مسمى بيفكر واعتقد مش هيطلع عن 4-2-3-1 بالشكل ده نفس الاسلوب نفس الاسلوب ده ونفس الشكل ده. ممكن الافراد تتغير لكن الشكل هيبقى واحد. والافراد لو اتغيرت عن النهارده مثلا هيبقى فنتق صغير جدا جدا هو هتلاقي ده 2 على الطرف ولا حاجه واحد بس ممكن او 2 لكن هو ده الشكل يبدا بيه 4-2-3-1 تعمل ضغط كويس جدا وده بتجيده خصوصا في المباريات الخارجيه بتعرف تعمل ضغط كويس قوي بدايه المباراه. المباراه الواحده دي ايمن يهمك البدايه صح اللي هي اللي انت بقالنا فيها الوقت ماتشين ودي من سلبيات اللي بتروح منك البدايه بتروح منك اوقات منك انت او بيبقى الفريق الخصم عامل عليك ضغط لكن في النسبه الكبيره انت اللي بتضيعها يعني ضيعت بتضيع بدايه انت فتخيل انت بتحكم في المباراه كلها مظبوط بدايتك ان شاء الله مع كذا شيف لا انت هتبقى بدأ ضغط كويس قوي على قد ما اقدر ابقى انا لسه عايز معينه وابدا اشتغل بالشكل اللي انا عايزه صحيح. شكل الهجوم اللي بتدور على مساحات كل لعيبتك الحمد لله سليمه حته انك تحط تشكيل دي ما فيهاش مشكله هتغير بالظبط بكتير قوي واحد ولا حاجه مفيش اختلاف كتير يعني لو شفت النهارده ممكن تلاقي الفرقه كلها بدات النهارده هتشيل لعيب واحد بس لكن باقي الفريق موجود الحاله الفنيه عاليه جدا الحاله المعنويه الحمد لله 3 مباريات مكسب فدي انت مخلص البدنيه كمان البدنيه ممتازه الحمد لله كده يوم راحه زي ما كان كابتن سيد بيتكلم الوقت وكلنا قلنا يوم راحه تبدا استعداد لبطوله مش محتاج تتكلم فيها اللي انا متاكد منه ولا لعيبه محتاج تتكلم فيها ولا اداري ولا حاجه خالص الموضوع واصل الرساله واصله انت بتلعب على حدث تاريخي بالنسبه لك ان شاء الله العشرة مع فريق او يعني فريق مش مصنف هو القلق من هنا الى حد كبير عشوائي في لعبه لكن انت تقدر الفرقه زي كده ايمن تقدر انت تتحكم في اداء المباراه تقدر وبسهوله على فكره يعني انت لسات تدير المباراه زي ما انت عايزها فان شاء الله بتمنى ان شاء الله يبقى ده الاسلوب المناسب لفريق كذا شيفر ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه يمكن التأمين الدفاعي بمطلوب جدا في المباريات النهائية أو في المباريات الكبيرة. كنا بنتكلم أنا وحضرتك في الفواصل على فكر مستر موسيماني للمباراة اللي جاية. وأنت كان ليك برضو وأنا برضو قلت يمكن فكر مستر موسيماني ممكن يميل للحتة ديت إنه يلعب بثلاثة فلات في نص الملعب. بص يا أيمن أنا يعني برضو دي المشكلة إنك ما تقدرش تخش جوه دماغ المدير الفني بالظبط. هو 4-3-3 لعب بيها حوالي 4 مباريات اللي هم ماتشين الترجي وبيراميدز وفي مباراة قبل كده كمان مع سان داونز واجاد وكان الفرقة بتأديها بشكل كويس ولكن مش في كل مباراة تقدر تلعب كده لكن هو عنده نقطة انا الاقرب انه يلعب 4-2-3-1 بس هو عنده نقطة انا متأكد ان هي محيراه موضوع حمدي فتحي وديانج والسولية دي هتعمل له قلق شوية لأنه التلاتة حالتهم كويسة وواحد زي ديانج ده يعني قاطرة ومؤثر جدا انك انت ما تستفادش منه او تستفاد منه متأخر احيانا دي برضو عاملة لك مشكلة. حمدي فتحي ماشي بشكل كويس قوي وهو الأقرب لرقم 6 دلوقتي هو شكله بيعتمد عليه في الحتة دي غير كده هو اعتقد هيبقى اقرب انه يلعب 4-2-3-1 يعني بس هي مين بس هي اسامه هي مين بقى فيهم اللي يقعد هو غالبا الاساسي هيبقى حمدي ما انا بقول كده هيبقى المفاضله بين ديانج وسولية ايوه لكن صح. حمدي لا غنى عنه في الحس ان عنده الماتش ده بالذات هرجع لك ما تيجي وجهه نظر تبقى هو انا معلاه فيها انه حمدي الاقرب دلوقتي انه يلعب وهتبقى المفاضله بين ديانج والسوليه هي دي اللي هتعمل له حيره شويه لكن هو غالبا اعتقد عشان مباراه واحده وفرقه كمان كايزر شيفز مايله للنواحي الدفاعيه شويه ودي غريبه يعني تملي بتوع جنوب افريقيا بيلعبوا كرة منطلقة قوي لقدام ومفتوحة بيلعبوا هم دول جايين ممكن يكون ده تفكير مدربهم مايلين قوي للتحفظ وده دي المساحات وبعد كده بيلعبوا على هجمة مرتدة أو ساعات بيعملوا طبعا بناء هجمات من ورا من البداية تحت خالص ولكن عندهم تمركز دفاعي بشكل كويس ودي يعني نقطة
على قد ما هي مريحة أحيانا ولكنها مقلقة برضو إنه بيخنقك بيخنقك ويطمعك بعدين يلعب على هجمة مثلا مرتد. لكن الأقرب إنه يلعب 4-2-3-1. إيه الأقرب؟ الله أعلم بقى. طيب عموما هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع للكابتن عادل عبد الرحمن ونشوف رؤيته الفنية لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال إن شاء الله. أرجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل كنا بنسال قبل الفاصل على رؤيتك الفنيه وفكر مستر موسيماني لمباراه الفاينل. الكابتن اتكلموا على نص الملعب. انا يعني انا شايف ان حمدي فتحي يستخدمه مع السوليه وديانج لان هو يلعب ثلاثي الماتشات المهمه وبيعمل كده موسيماني. يمكن كمان عشان حمدي فتحي بيستغله سرد باك تالت عشان الحته الدفاع المنظم الحته الدفاع القوي عملها في الترجي والباكين يطيروا عملها في الترجي هناك عملها 100% حمدي فتحي كان سرد باك تاني. لما رجع عملها في الترجي هنا بس حمدي فتحي كان لما الكره بتبقى معانا بيزيد في نص الملعب عملها في الماتش بتاع الفاينل. يعني اقدر اقول لك ان هو هيعملها بشكل انه عاوز يحرر الطرفين. وفي الحاله دي يعني ممكن لو كان محمد هاني لعب كتير كان ممكن يستخدمه اكتر من اكرم عشان تحرير النواحي الهجوميه. ولكن نجاح في ماتش الترجي اكرم ونجح نجاح كبير قوي. لكن الحته الاماميه افتكر انه طب لو ما عملش كده مين يلعب في نص الملعب؟ نعم لو ما عملش كده مين هيلعب 4-2-3-1 مين الاثنين يعني؟ هو انا بقول انه ديانج تختار مين الاثنين مش حمدي فتحي. ده وجهه نظر انا. ولا ديانج وفتحي انا فاشل ديانج وفتحي. نعم ما هو جرب الماتش اللي قبليه ديانج وفتحي. يعني انا وجهه نظري ان لما تيجي السوليه وديانج الاثنين بيعملوا الحته الهجوميه 50 الحته الدفاعيه 50 حمدي فتحي بس حمدي بيغلب عليه الطابع الدفاع بيعمل 80 20 مظبوط. الثاني ما بيعملش الواجب الهجومي ال 80 فانا الافضل اني العب بالاثنين ولكن انا شايف انه هيلعب بالثلاثه. طيب عموما ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه النهائيه. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا.